إذاعة الشباب من سلطنة عمان. ليل والسماء ونجوم. اسهر معي كأن العمر ليلة، ما هي سوالف أو حكي، ليل وعمر. اسهر معي كأن العمر ليلة، ما هي سوالف أو حكي، ليل وعمر. والوقت به سيل وغيوم، روحه شفا منديل وانفاسه عطر. والوقت به سيل وغيوم، روحه شفا منديل وانفاسه عطر. وما دام في صوتك شعر، عطني وعد تبقى هنا. ليل وسما ونجوم، ليل وسما ونجوم. وما دام في صوتك شعر، عطني وعد تبقى هنا. ليل وسما ونجوم. سعد الله مساكم أحبة الشعر والقصيد أينما كنتوا. طبعا دائما يجمعنا سويا هذا الحب، وهو وطن الحب الشعر. تحية مسائية شعرية من ليل وسماء ونجوم. نجمة ساطعة الليلة في سمانا، تبهرنا شعرا وإحساس عبر سهرتنا. الضيفة وبنت الدار نعتبرها، جاتنا من دولة الإمارات الحبيبة، شاعرة لها من تجربة خصبة في الساحة الأدبية الخليجية والعربية. مشوار من الجمال أخذتنا به، لها تعاوناتها الفنية الجميلة، وطبعا مع أشهر فناني الخليج مثل راشد الماجد وأريام وغيرهم. ولقبت بألقاب عديدة، أهمها قمرة الشعر، والذي لقبها به سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد فزاع. وطبعا الليلة إبحار مختلف مع قمرتنا، قمرة الشعر، شاعرة الإماراتية قمرة، لغة شعرية بنكهة إماراتية جميلة. كونوا معنا أحبتنا طبعا من الآن إن شاء الله لين العشرة عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. وإحنا الليلة كده خلينا نقول السهرة يعني عطرية جميلة بتواصلكم وبطبعا رسائلكم اللي راح تكون معنا على 90456، وأيضا عبر الهاشتاج على ليل وسماء ونجوم. كونوا معنا مع أصيلة سهيلية وسلطان بن سيف المعمري. أحب الليل ونجومه وهمس النود والقمرة، أحب الليل ونجومه وهمس النود والقمرة، وأحب البار ورسومه ودار الخالية عذرة، وأحب البار ورسومه ودار الخالية عذرة عذرة. وحب البار ورسومه ودار خالية عذراء. سقاها وابل غيومه إلهي واصبحت خضراء، سقاها وابل غيومه إلهي واصبحت خضراء، مسوي عشبها زومه به طيور الفلا تقرا، مسوي عشبها زومه به طيور الفلا تقرا تقرا. همس النود والقمرة، وأحب البار
دار خالية عذراء. حياكم الله مستمعينا الكرام، وحيا الله أهل الشعر والقصيد وين ما كنتوا تسمعونا في داخل السلطنة وخارجها. وطبعا مثل ما قلنا ضيفتنا بالأستوديو شاعرة الإماراتية قمرة، حياكم جميعا، وإحنا إن شاء الله نكون معاكم في سهرة ممتعة بوجودها معنا هنا في الأستوديو. ولفقراتنا موجز أنباء الشعر. موجز أنباء الشعر. الليلة تقام أمسية ميدان الأبيض بالمضيبي بمشاركة الشعراء هادي صالح الدرعي وناصر الشراخ الوهيبي وإبراهيم الفزاري وصالح المشايخي والشليل حسين الوهيبي. يختتم صالون الدكتورة سعيدة خاطر موسمه الثاني الثقافي وفعالياته ليقيم أمسيته بعد غدا الجمعة بولاية خصب تحت رعاية السيد خليفة بن المرداس البوسعيدي محافظ محافظة مسندم بمشاركة شعراء من السلطنة ومن الخليج، أبرزهم الدكتورة الشاعرة جوهرة القويضي والشاعر الناقد البحريني كريم رضا. تنطلق غدا الخميس فعاليات أسبوع جبل عمان الثقافي الثاني بالأردن الذي تنظمه مؤسسة عبد الحميد شومان بالتعاون مع الهيئة الملكية الأردنية، ويتضمن البرنامج العديد من الفعاليات مثل معرض الكتاب وأحدث الإصدارات والأمسيات الشعرية. البابطين يدعو إلى تشجيع الشعر باعتباره العمود الثابت للشخصية العربية. وفاة كاتبة روايات الجريمة البريطانية روث ريندل عن 85 عاما، وعانت الكاتبة التي ابتكرت شخصية المفتش وكسفورد والتي لها أكثر من 60 من أفضل الروايات مبيعا من جلطة حادة في يناير هذا العام. أخيرا السبت القادم أمسية شعرية ضمن فعاليات الدورة 53 من مهرجان الورود في المغرب يحييها مجموعة من الشعراء العرب.
إذا كان حبي مقنعك في معادلته أنا أبغي إشارة منك وأطلق جناحيني أبطلع على درب الهجر لو تصاعبته وعندي حوافز للجفالات وصيني تابعوني الليلة الساعة 8 في برنامج ليل وسما ونجوم مع أصيلة سهيلي شعر قمر ليل وسما ونجوم حياكم الله مستمعي الكرام ومرحبا بالجميع. مثل ما قلنا الليلة ضيفتنا في الاستوديو الشاعرة الإماراتية قمرة، جاتنا طبعا من الإمارات الحبيبة ولثالث مرة تكون ضيفة معنا هنا في إذاعة الشباب، طبعا بإبداعاتها وتجربتها الثرية الجميلة جدا. والليلة راح تكون سهرة طبعا معاها أمسية خاصة حق قمرة. كلكم طبعا نترية تواصلكم على 24-698-151 وأيضا الهاتف الدولي 0-698-1 0-698-249-2-1-8. نشكر هدايانا أيضا المقدمة من المتألق للعطور، هم متميزون في طبعا صناعة أجود أنواع العطور والبخور واللوشنات، موقعهم في ولاية بركة. وأيضا نشكر إفوالة، شركة إفوالة للشوكليت والتمور، وموقعهم في القرم والخوض وصحار وصلالة. نرحب طبعا بضيفتنا وضيفة إذاعة شباب وضيفة ليل وسما ونجوم الشاعرة الإماراتية قمرة، نقول مساء الخير شاعرتنا ومرحبا بك الحمد لله على السلامة. يا مساء الخير والصحة والعافية، كيف الحال؟ الله يسلمك، أنت كيف حالك؟ بخير الله يحفظك. ما شاء الله مشوار كان اليوم، رغم الجو كان في غبار في مطر طول مطر الطريق وانتو جايين. ما شاء الله جو ولا أروع صراحة، بس الهواء يوم قربنا على مسقط ولا كان من طلعنا من صحار كان الجو من, من وادي الجزي والمطر على طول يعني من سحابة ويانا. يا سلام، بس سحابة حلوة يعني فيها مطر والله على الكثيف والخفيف يعني. بس كان الجو رومانسي صراحة، شعري. يا سلام، مبين شعري من هنا. خلاص يعني من الأول كان الاستعداد. يعطيك العافية، وطبعا للمرة الثالثة تكونين معانا هنا بهذا الاستوديو، استضافة وعلى هالدعوة الغالية. أنا طبعا أتريا من عندكم إشارة أني أحبكم حبيبة قلبي، وإحنا نحبك أيضا، والجمهور العماني لسه ما زال حافظ لك كثير من القصائد اللي كنت ألقيتها قبل فترة، وأيضا كانت لك أمسية هنا في عمان قبل فترة أيضا موجودة في صور. في صور نعم. هي نعم، أمسية لم تكتمل. لم تكتمل. هاي بنحكي عنها بعدين. لا بس كذي، بس كذي، ما تبينها نتكلم عنها. لا بس خلاص. يعطيك ألف عافية، احنا طبعا سعيدين فيك وسعيدين بهذا الحضور الجميل،
ومثل ما يقولوا يعني تواصلكم مستمعينا رح نفتح الخطوط إن شاء الله وبتتواصلون مع شاعرتنا. أي قصايد أو حابين أي مداخلة طبعا لضيفتنا على 24-6-9-8-1-5-1 وأيضا الهاتف الدولي اللي يسمعونا من خارج السلطنة مثل ما قلنا 0-9-6-8-2-4-6-9-8-2-1-8. الرسائل على 90-4-5-6 وعلى الهاشتاج في تويتر ليل وسماء ونجوم. شاعرتنا آخر تعاوناتك الفنية مع الفنانة أريام. نعم. في أغنية لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة. نعم. دائما الأغنية نختار لها المذهب للدخل، يعني المذهب اللي هو دخول الأغنية، يعني إنه يعطي لفتة للمستمع إنه الأغنية تحمل هذا الاسم. تراعين هذا الشيء إنه الأغنية القصيدة قصدي كتبت هل لأنها حق أغنية ولا هي من ضمن قصائدك المنظومة والموجودة هذه عندك؟ عجيبة بالبلد. هذه القصيدة عجيبة. أنا دايم حريصة عشان فايز يطلب مني مطالع وقصائد كاملة يعني وأرسل له والله. فهذا أتذكره بس مطلع ونسيته. وفايز لحنه وظل عنده ولا عندي خبر. لحن المقطع في البداية. أيوة المطلع. مطلع. لحنه وتم عنده، ما أعرف من بيغني شو، ما أعرف القصة. المهم كلمني فجأة وأنا كنت برا خارج البلد، وأول مرة أطلع يعني بدون التزامات، طالعة أتمشى يعني بعد العيد. يتصل علي وتتصل أريام محتشرين. قلت أريام شو تبغي؟ يقول هي تعرف رقم واحد وهي عارف أرقامي كلها. قال لي نبغيش تكملين هذه القصيدة لأن أريام تبغيها. جميل. أنا بيني وبينش مش فاضيت لهم صراحة، وقت مش رايق لهم يعني القصيدة والغناء والكلام هذا اللي بيطلع، تبغين تكونين يعني فاضيت له يعني تفكرين فيه زين. طبعا. فأنا مشغولة والله مش جو مال كتابة. فأنا الله علي شاهد، يمكن يزعلون لو يسمعوني بس أنا مشكلتي صريحة، قلت لهم أنتوا أرسلوا لي اللحن يا سلام وأنا بشوف. وقسم بالله هذا قصدي، عجبني اللحن بكمل، ما عجبني والله يسكر تليفوناتي ولا يدروب بي لين أرجع، لأني قلت لهم صبروا علينا أرجع. تبدين رايج في اللحن، تبدين رايج حتى في اختيار الملحن للفنان اللي راح يغني لك. والله لا في يعني في اللحن أكيد، بس في اللي بيغني بيني وبين تركتنا على فايز. يعني كثير أنا عندي أعمال جاهزة. نعم. بس كلها تحت شرافه هو يختار. نعم. أنا عندي... إذن أنت تكتبين وتعطين فايز. نعم. هو يختار فيما يتناسب للأغنية. نعم للكلام ولل بدون ما أنت تختارين الفنان، هو اللي يختار الفنان اللي يغنيها. أتوقع هو الاختيار من عنده أو من عند الفنان، يعني كنت اتفاق بين الاثنين. ما عندك مشكلة أنت في الفنان اللي هو يختار؟ لا أحيانا والله اعترض يقول لي لا أنت بتدفعين شيء ما شخص يقول لي خلاص. على موضوع بتدفعين، ما في دفع فعلا؟ لا نهائيا أبدا واسطة الحمد لله. سمعتوا يا فنانين. طيب الآن مين ممكن يكون الشغلات المادية هذه يكون تكون عند فايز كلها للفنان للموزعين لشركة فايز نفسها؟ فايز أتوقع يعطيهم اللحن من عنده، يدفعون لهم أو ما يدفعون له ما أعرف. فايز يخدمني أنا، يخدم الكلام. جميل. الفنان اختياره، حب الكلام خذاه، سوينا دفع فيه ولا ما دفع فيه انا ما اتدخل. مثلا يتصل علي فايز الفنان الفلاني يبغي كلام، مش مثلا على سبيل المثال، وهو مثال طبعا انا شيء يسعدني ان راشد الماجد تعاوني مع راشد الماجد على طول، راشد سمعه قال لي يبها باي طريقه، والحين يقول له الحين ترسلها علي وحتى ما كانت كامله. اذا نعجب فيها الكلمات. أيوة. ونذكر هذه طلعت في قصيده. نعم. في الالبوم الماضي. نعم. المصيبه. نعم. لراشد الماجد. نعم. جميل. ايش رايك نسمعها احنا لا حول ولا قوه؟ حبيتها صراحه، رضيت عليها. يوم اقول شيء يوم صحيت حبيتها بصوت اريام. يوم سمعت اللحن على طول قمت من النوم مسكت التليفون كملت مع القصيده. والله مش سهله كتابتها، جدا جدا كانت اصعب قصيده كتبتها والله العظيم. جميل انه القصيده وهي صعبه واشتغلت على القصيده. حبيت اللحن. حبيت اللحن صراحه. فيما بعد طلعت لل نعم والله جاني اصداء عليها الحمد لله، يعني فرحت في الاصداء كبيره كانت. جميل. نجحت الاغنيه. نعم. ضربت. نعم. اخذت مساحتها حتى ريام شافت نفسها فيها. استانست عليها يعني. حلو. كأنها لا غنت قبلها ولا بعدها. يا سلام. اللقاءات تعيد وتقول. جميل أنه يكون في فنان وله تجربته يعجب أيضا ب يعني بلون مختلف مثلا عن الألوان. نعم. اللي كان. نعم. قبل يغني. نعم. نعم. حلو. نعم. حلو. خلينا نسمعها شايف. يلا معاكم تفضلي.
نسمعها احنا بصوتك اول؟ يعني حفظ والله مش حافظت مش حافظتها بس لا حول ولا قوه لا حول ولا قوه نسمعها اذا سلطان نسمعها بصوت اريام لا حول ولا قوه كلمات شاعرتنا قمره. حياكم الله مستمعين الكرام متواصلين وياكم في الليل والسماء ونجوم إن شاء الله لين العشرة عبر إذاعة الشباب. وطبعا مثل ما قلنا شاعرتنا اليوم بالاستوديو شاعرة الإماراتية قمرة. نرحب فيكم جميعا وعلى الرسائل 90456 وأيضا على هواتف البرنامج. شاعرتنا نبى نسمع قصيدة. عاد سمعنا الأغنية ما شاء الله روعة فعلا فعلا اللحن وايد جميل يعني عندي عندي حق اني كنت طبعا اكيد عندك حق حبيبه قلبي. رحت تهتمين بموضوع التعاونات والاغنيه كامره؟ والله مش كثير مش كثير لا والله مش همي يعني مش راس همي بس استانس اذا حد قال لي عجبتنا الكلمات وعجبني او انبسط يعني لاني في النهايه يعني اني اتواصل مع جمهوري متابعيني بصوره حية يعني دايم أكون متواجدة. نعم يعني تحس أنه على الأقل اسم قمرة يعطي مساحة وزاوية شوية أخرى ثانية أيوة يعني. ما يختفي ما يروح بعيد ما يختفي. نعم. جميل. طيب نبي نسمع قصيدة بسوي لكم مقطع أنا مش قصيدة كاملة عشان ما تملون وإحنا تونا عندنا الطريق تونا بادي لأني عندي كثير أنا من البداية قايس عليكم طيب أقول ظما والظما مبطي ولا قطرة تنفه لكن المعادن ما تخونك معادنها تعملك وخلى الناس دامنت في كفة ولا تحسب اللي نظرتك ولا تحسب اللي وقفتك ما يثمنها لياليك ما تعتم وعزايمك مصطفة طعونك مصير الوقت يجري ويدفنها رغم جوهرك دلايل الطهر والعفة تغيب وتشيب وتفقد الروح موطنها نطالع على الدنيا وتاخذ بنا لفة فقدنا الكثير ولا خذينا الحذر منها سلامتك صح لسان شاعطيش العافية. الشاعرة دايما يقال بأنها كتاباتها محدودة في العاطفة بس
يعني حتى الوطن يمكن تكتب فيه مرة في السنة في مناسبة وطنية معينة. وأيضا القصائد الاجتماعية ما كثير تهتم فيها أو ما تعطي ذاك العطاء اللي يفترض أنها تكتب فيه، هذه طبعا اتهام يعني شائع موجود. يعني شو تردين شو تقولين؟ قلت اتهام، انت قلت اتهام، انا قلت اتهام، هو اتهام انا اقوله بس اكيد كشاعر، انت واحده من الشاعرات شو تقولين؟ انا اقول ما عندهم سالفه يعني اكيد انها بتكتب قادره انها تنافس، قادره انها تكتب بكل المجالات اكيد. بالعكس الشاعره مش عشان شاعر انا اتكلم، انا اتكلم ومعاي يتكلمون شعراء، ومن يتابع الشعر النسائي بالعكس هي دقيقه وهي اجدر بالتعبير عن اي موقف وعن اي صوره. نعم. لأنها بعاطفتها أقوى وإحساسها الفايض، تقدر تحتوي كل موقف والترجمة بأدق التفاصيل جميل. وتهيمن عليها أكثر من الطرف الثاني. نعم. بالعكس إذا بتكلم عن نفسي أنا أتفاخر في نفسي مع كل موضوع أكتب فيه، بالعكس أشوف عمري الحمد لله راضي على نفسي. وإذا كتبت في الاجتماعي وإذا كتبت في الوطني يعني أكون في قمة السعادة، لأني أنا متأكدة أني كاتبة شيء مشرف جميل. إذن دائما مثل ما تفخر أي شاعرة في كتاباتها نعم. تظل الشاعرة نعم. تدافع عن بقية الشاعرات نعم. عموما مستمعين طبعا احنا رسائلكم على الهاشتاج ليل وسماء ونجوم أيضا تجينا، وبدأت من الظهر اليوم تجي كثير من الرسائل طبعا، واحنا يسعدنا جدا يعني هذا التواصل منكم حقيقة. وأيضا أي سؤال حابين تسألوا لشاعرتنا قمرة مساكم شعر بحضور شاعرتنا قمرة، طبعا مجرد نبض هذا عماني طبعا مو موجود اسمه، يقول شاكر لك هذا التميز المستمر، رأي الشاعرة في التجربة الشعرية النسائية. ما زلنا في موضوع النساء يعني في عمان. هيثم حط اسمه هيثم، شو رأيك في التجربة الشعرية النسائية في عمان؟ والله أنتوا الحين قاعدين تحرجون، تقول الحرمة من قعدت على الكرسي وقاعدة تمدح الشعر النسائي وتمدح نفسها. طيب هو من حقنا احنا يعني نبقى مع الشاعرات الحقيقية في كل زمان، في كل زمان مع الشاعرة الحقيقية نعم. أي كانت يعني نعم. بس أنا يعني بعدني أقول في شاعرات كبار متخبيات، أنا متأكدة وأبصم بالعشرة. متخبيات وين؟ بعمان قصدك الخليج؟ متخبيات في الخليج كامل، لأنهم بعدهم في قيود ما قدروا يتحررون منها. فأنا أطلعهم أحيانا يوم أكون في الأمسية، أطلب من كل شاعرة تقول الشعر أو حافظة الشعر تطلع ويطلعون بصورة تهول وتحزن. وين إذا ما تكون في أمسيات مغلقة نعم نسائية؟ نعم. تقولين للجمهور اللي عندها شعر نعم تقوم؟ نعم أصرح على كل وحدة تكتب الشعر أو تحفظها تطلع تشاركنا. جميل. يطلع شيء يعني مدهش وشيء يعني. بس ما تقدر تبحثين لا تسألين، كل واحد له ظروفه. الأمسيات النسائية في الإمارات ناجحة؟ والله شوفي الحضور الحين عندنا مرض منتشر والله. طيب أنا هذا اللي أسأله، لأنه في أسماء شعرية تطالب بالأمسيات النسائية أنا المغلقة. أنا عن نفسي، وأنت جربتي، أنا عملت معك أمسية أيضا مغلقات وقع نعم. في الدوحة وفي الإمارات نعم. فكيف رأيت الجمهور يعني لما يكون نفسه عكس لما يكون في جمهور مختلط؟ شوفي أنا أشوف الدوحة نفس المرض اللي بالإمارات منتشر، ما في جمهور بسني عندكم. لا بالعكس، بالنسبة للجمهور النسائي أنا أيوة. أقصد المغلقة أيوة. لمن يكون فيني أيوة. أنا ما سويت عندكم أمسية نسائية مغلقة حتى أني أنا لأن ما في أنتوا بعد عندكم مشكلة لأنه ما في حد يحضر أصلا، نادر نفس المشكلة يعني. زمان أيام مجلس الشعر كانت في إحدى الأمسيات، أذكر أن احنا حتى الجمهور كنا يعني لأننا كنت في اللجنة المنظمة، فحاولنا أن احنا نستقطب هذا الجمهور شخصيا، احنا نجيبهم بشكل ذاتي لأنه ما في. الله يا الكويت، الله يا السعودية. شفتي إيه السعودية نعم. لأنه يمكن يعني الجمهور مخصص في النساء والرجال في كل الفعاليات، يكون للنساء مجالها للرجال مجالها، فلذلك يحضروا. ما أعرف والله ما أعرف نهاية الجذر الأخير يعني شو الموضوع ليش شو مشكلة ما أعرف. مع أن هم يحبون الشعر نحن نحب الشعر، يعني كل بونا عرب صحيح، كلنا أساسنا وكلامنا شعر وأكثرنا الأكثرية شعراء
يعني برأيك أنه ما تزال الشاعرة للآن النظرة المجتمع لها مثلا أنه لازم تكون تطلع بشكل مختلف بشكل شوية صعب حالها صعب بالإمارات والخليج كله. أنا ترى بمجالي أنا بمكاني أنا وصلت حدود يعني مش هذه الحدود حدود أوسع بس بعدني وبظل مثل ما أنا. حصلت عقبات كثيرة من الأسرة من البيت من المجتمع الإماراتي كشاعر كثير بس ما أحب أذكره. طيب نذكر ممكن تكون مواقف ما ليش لأن كلنا نفس الشكوى نفس الموضوع ليش أعيده على المسامع يعني لو مثلا بسأل شو بسأل كم شاعرة بلقاهم نفس مشكلتي ليش أعيد خلاص الوضع مفهوم. برأيك بيجي يوم بتقول لا في نظرة مختلفة للشاعرة؟ أتوقع نعم مستقبليا أتوقع يكون في نضوج فكري. نحن صار لنا مثل ردة فعل يعني لو رحنا لين ستينات أو قبل كانت الشاعرة شو يشوفونها بصورة يعني ملكية يحبونها يحترمونها البيبان كلها مشرعة لها. برأيك ليش تتغيرت النظرة هذه ليش تغيرت؟ والله ما أعرف نقلة صارت انتقل حال إلى حال. المساحة اللي تركتوها كشاعرات حقيقيات وكشاعرات وطن أعطت مساحة لشاعرات دخيلات أيضا وظهروا أكثر منكم انتشارا لأنه كانت المجالات بس مفتوحة. قبل ما بقطع كلامش والله ظهروا واختفوا هاي ذكروا نعم نحن موجودين ظهروا واختفوا نحن موجودين وما حد يقدر يقول نحن مش موجودين والله وحياتش أول ما تذكر الأسماء للترشيح أن نحن موجودين وينهن هن؟ يلا وينهن اللي طلعوها في التلفزيون واللي طلعوها في الجرائد واللي ما أدري إيش سووا لها غنوا لها راحت اختفت لأن اسم كذبي وهمي ما في وين هي يعني أنا لو أنا فاضية ما أبغى أوجع مسامعنا بعدد الأسامي اللي ظهرنا واللي ماتن بس تحبيتها لو فاضية مش فاضية لو حسيت إنك مشغولة شوي مشغولة بالغالين اللي تابعوني والله ما أبغى أزعجهم حبيبي. أبغى أسمعهم وإن شاء الله يستانسون كلهم معانا وبانتظار رسائلكم طبعا على 90456 مستمعينا اللي شاعرتنا قمرة في هذا الحديث طبعا تشاركونا برأيكم وأراكم الجميلة. اليوم الجو ترى وايد حلو برا جدا جدا حلو يعني مثل ما يقولوا الجو شيء يعني. خلنا نسمع قصيدة ثانية. القصيدة الثانية بتتكلم عن طبعا الموضوع النسائي مثل ما قلنا قبل شوي ترى نسائي نسائي عن غيرة النساء يعني معروفة غيرة النساء أوه نار يعني في مجالنا خاصة نحن عاد في شهرة وفي شعر وفي ونشوف ناس من كل حركة تبين أنهم بيموتون من الغيرة طبعا بس ما حركوا وحياتش حاجة إلا أنهم حركوا القريحة. شكلها موقف صار لك. هي مش موقف مواقف أنا أشوف في كل مكان في كل زمان بس ما تطرقت أني بكتب عن الغيرة. جاتني الفكرة قلت ليش ما أكتب ولا مش أني متأثرة ها أنا ما أتأثر أنا أؤثر بس الثقة اللي فيها أنا أؤثر بس ثقة عمياء يعني شيء جميل هذا يدعو أن الواحد يمشي كذا ثابت خطى ما يتعثر بأي كلام جانبي وأغلب الناس كذا أنه أنا لو التفت اللي قاعد يقول ما رح أستمر ما رح أتواصل ما رح أنجح صحيح. وهذا سر النجاح. نعم الحمد لله اللهم لك الحمد والشكر. أقول اللي من الغيرة تفطر كبده محتر وأنا ما دريت بناره هو حط نفسه في كظف وش حده ولا عرف وين انتهى مشواره صغير قدامي ومصخر قده ولا همني حجمه ولا مقداره يبغي يقارن بس ضايع عده ناقص بنفسياته الغيارة ألاحظه وافهم خفاه وسده ولو ما تخبر واصلات أخباره رع المصالح ينتهي له مدة في حاجته محدود في معياره والغالي اللي ما تحمل بعده يبقر بطيوفه ومبعد داره كم مطلب الله يحفظه ويرده وترجع القلب بهجته وانواره لو أدري أن البعد لو كنت أعرف أن المفارق قصده ما كنت أدور للغياب أعذاره. سلامتك سلام صح لسانك يعطيك العافية.
إذا الناس مستمعين إحنا متواصلين طبعا معاكم، ومثل ما قلنا أرقام البرنامج، وطبعا ننتظر تواصلكم على 24689151 وأيضا على الهاتف الدولي 0968246982 18، وعلى الهاشتاج في تويتر ليل وسماء ونجوم، وعلى الرسائل 90456. وحياكم. يا كيف بعت اللي بروحه يداريك، وانت مريح البال ليلك ويومك ذاهل منامك، صحته ما توعيك، شخص على حبه يبين معلومه. يا كيف بعت اللي بروحه يداريك، وانت مريح البال ليلك ويومك ذاهل منامك، صحته ما توعيك، شخص على حبه يبين معلومه. ويا كيف بعت اللي بروحه يداريك، تقطع رجال من كان بالحب يرجيك، يرجيك وانت غاية العمر دومك، تقطع رجال من كان بالحب يرجيك، يرجيك وانت غاية العمر دومك، يدرى الهوى وبغالي الروح يفديك، ما تخاف ربك في صلاتك وصومك، يدرى الهوى ويبغالي الروح يفديك، ما تخاف ربك في صلاتك وصومك. ويا كيف بعت اللي بروحه يداريك، كيف بعت اللي بروحه يداريك. إلى متى يا مهجتي في تناسيك، سابق هواك وشارعات ألومك، إلى متى يا مهجتي في تناسيك، سابق هواك وشارعات ألومك، ارحم شجين طامعا فيك يرجي، يا بعد عمري ما ضميرك يلومك، ارحم شجين طامعا فيك يرجي، يا بعد عمري ما ضميرك يلومك. ويا كيف بعت اللي بروحه يداري، يا كيف بعت اللي بروحه يداري.
تداري. حياكم الله مستمعين الكرام، متواصلين وياكم في ليل وسماء ونجوم. مثل ما قلنا نجمتنا الليلة في الحلقة طبعا وفي البرنامج شاعرتنا الإماراتية قمرة، ومرحبا بك من جديد. الله يحييش يبقيش. تسلمين. طبعا في رسائل وصلتنا ل 90456، ومثل ما قلنا تقول اليوم الجو ممطر وجميل، لكن القصايد أمطارها أجمل وأحلى. أخيكم أبو سحلوف. أبو من؟ أبو سحلوف هذا اسمه. نعم، شكرا لك. عموما اسمك مميز، وإن شاء الله اليوم اليوم الجو مطر ومطر القصايد بعد، إن شاء الله تكونوا مستمتعين معنا. تحية مسائية طيبة لشاعرات عمان وضيوفك المتألقين دوم. نبي جديد الشاعرة الضيفة، ونبي جديد شاعرة أصيلة إذا تسمحين. عمر الشحي الاثنين يعني مع بعض. اليوم ضيفتنا كلها طبعا نسمع قصايدها وجديدها إن شاء الله. شعرتنا أنا طبعا عندي ظرفين هنا، كل ظرف فيه رقم، اختاري أول رقم ونشوف مين اللي ممكن نسمع صوته. طبعا الحين عندنا 1 و2، يعني قصدك سعيد الحظ. مين سعيد الحظ؟ صارت لك مفاجأة كذا في حياتك، مرت عليك مفاجأة في حياتك أسعدتك فجأة بدون ما يكون لها سابق يعني ترتيب، أو يعني فجأة شعرتي انه جادك مفاجأة سعيدة؟ نعم، مثل على طول جت على بالي. ايش هي؟ قبل سنة كان تكريمي في مهرجان الشارقة تحت رعاية الشيخ سلطان، الله يطول في عمره، قاسمي دكتور سلطان. نعم. وطبعا الجائزة والتكريم بيستلمها بدالي ولدي، وانا ما كنت بجي يعني لاني ما لي شغل، هو بيروح ويستلم ويقابل الشيوخ وكذي. نعم. طلب مني اخوي راشد شرار اني حضر، قال تعالي تفرجي شوفي ولد شو كذي. نعم. وجيت بيني وبينش ونخشيت مكان مخشوش لانه كله تصوير وهذا، وقالوا لي تعالي اذا تبغين تسلمين على الشيخ. يعني واحد من الشباب ما اعرفه، لو يتني من البنات اللي اعرفهم بساله بقول اذا ما عندك كاميرات بي. نعم. قال لي تبغين تسلمين على الشيخ؟ قلت لا شكرا، انا روحي من خشه. فوق قاعدة، تخيلي فجأة تفاجأ حد ينادي عليه يقول شاعرة الشيخ سلطان بيسلم عليش. جميل. يعني أحلى مفاجأة وأحلى تصرف تصرفته، كأنه داخل علي في البيت. يا سلام. يعني وكأني متعودة على دخلته، يعني قمت كذي. تعرفون واحد يوم يقولون نحن يقوم متفاجئ بهشان بدون كنترول، أقول مرحبا ومسهلا. يا سلام. وقفت زي ما طلعتك ساق صايد. والله العظيم وقفت له كأنه داخل. نعم. في البيت علينا، ولا أقدر أنسى هذه الليلة السعادة، أغمرتني جدا. يعني أشوف هيئة زايد الله يغفر له واقف قدامي وأنا أشكره وهو يشكرني، يعني موقف ما أقدر أنساه. يا سلام. ملاني سعادة. جميل. يعني هذه المواقف هي فعلا من تسعد الإنسان. دكتور سلطان احنا التقينا فيه أيضا في مهرجان الشارجة، رجل في قمة الثقافة والذوق والاحترام يعني للأمانة، ويعتبر كل الشعراء اللي يكونوا حاضرين والشاعرات يجمعهم مع بعض وتكون في جلسات خاصة، ويعني ياخذ آراءهم. فأنا أقول لك أنه هذا التواضع جدا جميل. فاجأة جميلة. نعم. طيب ناخذ من الأرقام هذه نشوف. يعني حزر فزر. هي ناخذ 2 ولا 1؟ لا 2، أنا بخالف العد. 2. طيب سلطان نشوف رقم 2 عنده، هو رقم 2، ونشوف مين ممكن يكون سعيد الأمين، ممكن يكون معانا على الهواء الحين، موجودة المكالمة. إذا والله نحن سعيدين فيه والله. طيب استلم المكالمة. مرحبا ومسهلا. مرحبتين، مساء الخير، السلام عليكم. مرحبا. انقطع الاتصال. فيا رقم 2. وإحنا كنا مصرين على رقم 2 وبعدنا مصرين وبعدنا ما نقبل رقم 1، نحن نبغى رقم 2 بعدين رقم 1. بعدين رقم 1، رغم أن كثير يقول لك أنا لا ما أتنازل عن رقم 1، وكثير من الشعراء رقم 1، كثير من الشعراء يقول أنا الرقم الواحد، رقم 1 أنا من الصفوف الأمامية الأولى. حتى أنا وايد يمشي بسرعة. مسرع. قمرة الشعر لقبك سمو الشيخ حمدان محمد. نعم. الله فزع في عمرك، تشرفت. كان شو المناسبة أنه لقبك هذا اللقب؟ والله ماشي، كان متصل علي والله تليفون كان يسمع مني قصايد، وأول شيء كانت في أمسية شاركتنا فيها وجدتها لأصدق، لأنهم كانوا معي شاعرات كبار.
نعم. وأنا من النوع اللي أول يمكن أول مشاركة وأصغر حجم وأصغر عمر وأصغر تجربة كنت في بالنسبة للشاعرات اللي موجودات. نعم. وجاء صدى بسطة صار فيني السكرتير قال كلمي بزاعي بغش تصلين عليه. مهم لين صار الاتصال ودق علي وسمع مني كلام كثير قاله. نعم. كثير 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 يعني ما ينسى منه. قال أنا صراحة يعني ما أقدر أقول إلا قمرة الشعر. يا سلام. حتى أتذكر قلت له طول العمر كذا بغتر. قال من حقش. قلت له إذا قلت لي أنت قمرة الشعر أنا أكيد بيصيبني غرور. ما اغتريتي. كم ساعة بس. كم ساعة لازم. شعرت بالنشوة والسعادة يعني أنا شوفي لو بيجي يكلمني أي حد أنا عارف الإنسان إذا يكلمني صادق ولا يجاملني. فإذا ظهرت الكلمة أنا متأكدة منها أنها صادقة هني تأخذ فيني حيز كبير. نعم. طيب يعطيك ألف عافية. إحنا معانا عموما رقم اثنين. رقم اثنين مرحبا به. هو طبعا الأستاذ الشاعر راشد شرار، طبعا الشاعر الإعلامي كبير المعروف أبو سعود. يعني هذه فرصة طيبة جدا إن إحنا يكون معانا. واليوم شفتي رقم اثنين إنه مش سهل. وإحنا كنا محاطين الأسم اختيار منها وفعلا اختارت رقم اثنين، ورقم الآخر ما اختارته كان رقم الأستاذ طبعا راشد شرار إعلامي معروف ومخضرم اليوم نسمع صوته معانا. أستاذ راشد مساء الخير. مساء النور وأنا حييكم. وبعدين يعني في كفيكم أن اليوم قمرة مضيئة عمان. بنغرع يعني خلاص يعني تواصل. تقول لك أنا من الأول مقدر الحين أزيد أكثر. تواصل المديح عندي وأنا بنغر خلاص. تستاهل. زين أنت عموما غريتي من حق مو مشكلة حقك هذا لأن نعم. أنت عنصر أول شيء عنصر نسائي وفوق هذا كله أنت شاعرة مخضرمة. شكرك طبعا طبعا اكيد. لا يا ابو سعود عموما انا اعتذر المداخله بس انا لما سمعت اللهم السلام في رقم واحد ورقم لا لحظه شوي فكرت انكم تسوين مسابقه وفي عندكم بعد حتى انا حسيت حتى انا مثلك حسيت هذه فقط نعملها بشوف شو اخرات مجرد احنا ما يصل صوتك طبعا اكيد يعني نعرف من ضيفنا ومن يكون معانا طبعا ما يحتاج. نعم شعره يعني اتصلوا بشخص يعني الشخص هذا يقولوا نحن نتصل في الشخص الفلاني وكذا نحن مسوينا مفاجأة حق قمرة ما تعرف إيه هي قمرة لأنها هذه مفاجأة حقها إيه هي بس أنت معانا أكيد يعني الحمد لله أني ما تحسفت يا أبو سعود. خلونا ندخل إحنا الآن في وجود شاعر قمرة في الاستوديو عندكم. نعم. أولا أنا سعيد أني أخذ هذه أكون وياكم على الخط. سعيدين احنا كل المستمعين في شتى ارجاء المعموره. احنا اسعد يا سلام و... وجودها اعتقد ان ما في قصور في البرنامج طبعا البرنامج استضاف نجوم. نعم. واعتقد ان وجود قمره يكمل عقد هذه النجوم. الله يسلمك برنامجكم. قمره عندها مخزون شعري جميل مؤثر. بعدين هي أساسا يعني منبة شعر يعني قبيلة أغلبها شعراء فبالتالي ما هي غريبة عليها إذا تميزت في قصائدها. وقمرة تربطني بها علاوة على ارتباط الحرف والوطنية والحرف تربطني بها كأخت صغرى. شرفني والله. انا اعتزبها هي كاخت واعتزبها كشاعره واعتزبها كمواطنه واعتزبها كعربيه ومسلمه. واللي فعلا هنيئا لكم بوجودها عندكم. اكيد بالفعل اليوم يعني وجودها ايضا مسعدنا جدا وبالتالي يعني هذه امسيه خاصه حق قمره وبالتالي وجودكم انتم يا استاذ راشد طبعا انت ايضا من الاعلاميين اللي ساهموا في هذه الساحه طبعا في ظهور العديد من الاسماء الشعريه سواء نسائيه ام طبعا رجاليه. وانا اعرف انه الاستاذ طبعا ابو سعود احنا استاذ راشد عملنا مع بعض احنا برنامج وكان له السبق يعني في انه يظهر شاعرات كان على الهواء في 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 البرنامج. ابو سعود لو بنتكلم عنه بينتهي الليل ما ما بنخلص. والله ابو سعود له
يعني مواقف وإنسانية قبل طبعًا. تكون يعني خاصة في الشعر. أستاذ راشد أنا ما شاء الله قاعدة أتابعك في الإنستغرام، يعني ما شاء الله يمر يومين ثلاثة قصيدة جديدة ما شاء الله، شو السر؟ لحظة أول فرش دايم. أنا أحيانا تراني أنا صحيح أنزل، لكن أنزل يعني مقتطفات مو قصايد، يعني أبيات أربع أبيات شغلك هذا، بس تخطر لي خاطر أكتبها وأنزلها. يلعب علينا هو ترى من قصيدة جديدة، لأن تعرفي اللي يتابعونك بالذات على الانستغرام في حركة، يعني وأنت كأنك تعيش وياهم ويعيشوا وياك، بالتالي يعني أصبحوا قريبين مني، فأحس لهم حق عليك وواجب. نعم صحيح صحيح. وأنت ما شاء الله عليك يعني شعلة من النشاط، يعني سواء في الجانب الإعلامي أم في الجانب الشعري. الحمد لله الحمد لله. احنا مؤخرا طبعا أنشأنا منتدى للشاعرات، وشاعرة قمرة كانت شرفت ونورت الافتتاح، وذكرناه احنا في البرنامج الأسبوع الماضي. نعم هذا الخبر. نعم. نعم. وإن شاء الله إن شاء الله أن راح يتفعل الدور، نحدد نخصص مكان خاص للشاعرات، استقلالية تامة، مجلس الشاعرات نسوي، يعني مجلس الشعراء حرية مطلقة ولكن هو شيء طبيعي أن الشاعر والشاعر يكملوا بعض. نعم. بس احنا موجودين، المركز موجود، دائرة الأرض موجود، واحنا كنا تحت يعني برعاية صاحب سمو حاكم الشارقة. طيب الآن هذا نعم هذا منتدى للشاعرات فقط الإماراتيات أستاذ راشد؟ لا لا لا. نعم. منتدى ومنتدى الشاعرات وليس منتدى شاعرات الإمارات. حلو. نعم. تعديل حلو. هذا منتدى الشاعرات، ويمكن الشاعرة قمرة شافت الحضور اليوم من عمان. نعم. من أحد من السعود من أماكن ثانية غير الإمارات. نعم جميل. فهذا الشيء احنا يعني اذا النافذه مفتوحه لكل الشاعرات، هذا المنتدى راح يكون. نعم جميل. نعم وان شاء الله راح يكون لهم دور، وراح يكون لهم امسيات، راح يكون لهم فعاليات، راح يكون لهم نشتغل على مستوى كبير باذن الله، يعني على اللي متاح لنا ان شاء الله، واعتقد ان المتاح شيء جميل ومشرف للشاعرات. يستاهلون يستاهلون، وانتم دائما يعني سباقون في الشيء صراحه، يعطيكم الف عافيه. انا دائما اقول يعني ابو سعود ما شاء الله افكاره جدا جميله، يعني كاعلاميا كثير افكار جدا رائعه، ويعني تواجده حتى يعني في مهرجان الشارقه وهذه الفعاليات وايد يعطي اصلا، هو افكار جدا جميله. استاذ راشد نبي نسمع قصيده، شو راي قمره؟ يا سلام. مشتاقين والله مشتاقين يا ابو سعود. بس انا لاني في السياره وقمر يمكن عارف على ان الحفظ عندي ما عاد زل اوكل اكيد تورطني وما اروح معك يعني استهلك العمر كله العمر كله يا ابو سعود. طيب اي شيء ممكن تسمعنا في البال؟ ما حافظ اي شيء. نبغي اي شيء لو كم من بيت حتى نسمع صوت ان شاء الله. والله هذه واحدة من أغاني ميحة طبعا غسلناكم إياها، يقول اكسر جدار الصمت وتحدث شوي، خلي الحديث يعيد مجرى حياتي، أخشى كثر الصمت لا تقتل الحي اللي يتوق لسمع صوتك، شراتي صمتك ظلام ينكسر دونه الضي، وصوتك يعيد النور لو كان مات، فإن كنت مبرد شوفني من كوي كي وحرام تصبح لي سبب في مماتي، وما دامني وياك في مهما الغي مشاركتني روحي وذوقي وذاتي، أصبحت مثل الزاد للروح والمي منك الخسارة، وفيك ألقى غناتي، حرام تقطع عن زرع قلبي الري ويموت وأنا فوق شط الفرات، يشوفني معك كل شيء وبلاك لا شيء إلا خيال أو وقايا أشتاتي. يا سلام الله. سلام. هذه سلام. من آخر تعاوناتك مع الفنان ميحد حمد؟ لا مش من آخر تعاونات، من أروع من أجمل الآن يعني. نعم لا هذا تعاون مر عليها فترة موجودة على اليوتيوب ومحبوبة ومطلوبة يعني دايم حافظتها قمرة عادنا إياها أقول يعني تفضل. أحس بأنه هي قريبة لكل نعم مطلوبة دايم أيضا لكل الدول العربية، يعني فيها لغة مفهومة شوية ومحفوظة. والله يا أبو سعود كثير ألقاهم حافظين، لأنه في كثير من القصايد لأبو سعود طبعا معروفة جميلة وبأصوات وبحناجر الفنانين، يعني ما شاء الله. نعم. يعني يعطيك العافية للأمانة، مخزون جميل جدا وتجربة ثرية. وأنت ما شاء الله عليك الحين قمرة وشعلة الإعلام العماني. يا سلام. تنتينهم على الهواء.
يعطيك العافية. أعتقد اليوم أعتقد عمان مضيئة. الله يخليك يا رب، مضيئة بكم وتواجدكم وتواصلكم معانا عموما يعني. الله يعطيك العافية أستاذي. هو أي منبر إعلامي وأي برنامج دائما يكون له يعني إيجابية. نعم. ما في أي شيء يقدم على الهواء أو يقدم برنامج سواء تسجيلي أو على الهواء أو 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 يعتبر هذا إضافة للساحة. أكيد. وبعدين أصيلة خلينا واقعيين. نعم. ما في إنسان كامل. طبعا أكيد الكمال لله. صحيح الكمال لله. نعم. أستاذ راشد. نعم أنا لا لأني أنا متدبس في جراج في البيت وما شاء الله العائلة أبغي أطلع ما قادر تطلع مسكر علي. نعم تحياتنا أكيد وطبعا للأسرة الكريمة يعني الله يخليك يا رب وهلا هلا في أختنا ما يحتاج مميزة قمرة بيتها مكانها أكيد ودارها. يعطيك ألف عافية. طبعا تحياتي ليس تحياتي القمرة وأقولها ترجعين بالسلامة وليات السيارة هلا هلا في الدرب. بس لا لا تطول السالفة إني خاف إنك تخرب. يعطيك العافية إن شاء الله. الشاعر الإعلامي الإماراتي راشد شرار، إحنا سعيدين بك جدا أستاذ راشد وإن شاء الله يا رب نلتقي فيك في حلقات قادمة. شكرا 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 الله يسلمك حياك الله. هكذا أبو سعود يعني ما شاء الله عليه سعيد الحظ طلع سعيد الحظ. نعم نحن سعيدين. إذن فاصل إعلاني إن شاء الله مستمعينا وراجعين لكم نقرأ رسائلكم على 90 4 5 6. يواب الله يواب حلوى بها طعم اللذيذ يحبها صغير وكبير حلوى الديوانية أكيد يعرف كل السامعين عنوان للذوق الجميل وتراث للشعب الأصيل من ذاقها يطلب مزيد حلوى الديوانية أكيد الحياة أحلى مع الديوانية للحلوى العمانية. أخي المواطن عزيز المقيم، تبذل الهيئة العامة للكهرباء والمياه جهودا كبيرة لتوفير المياه بجودة وكفاءة عالية، وتعمل على تحسين شبكات المياه لتلبية الطلب المتزايد مما قد يسبب نقصا في إمدادات المياه في بعض الفترات، لذا تدعو الجميع إلى التعاون والالتزام بالإرشادات الآتية: تخزين كميات كافية من المياه وتركيب خزانات إضافية لضمان توفر المياه خلال أعمال الصيانة، الفحص الدوري للتوصيلات المنزلية للتأكد من عدم وجود تسربات فيها، تأجيل بعض الأعمال المنزلية التي تستهلك كميات كبيرة من المياه مثل ري الحدائق، استخدام غسالات الملابس وغسالات الصحون، غسيل المركبات، غسيل أرضيات المنازل وغيرها. تعاونكم واجب وطني. مع تحيات الهيئة العامة للكهرباء والمياه. تسجيلك حق وصوتك أمانة. تسجيلك حق وصوتك أمانة. انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة الثامنة. للفترة الثامنة. إذاعة الشباب من سلطنة عمان. إذا كان حبي مقنعك في معادلته أنا أبغي إشارة منك وأطلق جناحيني أبطلع على درب الهجر لو تصاعبته وعندي حوافز للجفالات توصيني تابعوني الليلة الساعة 8 في برنامج ليل وسما ونجوم مع أصيلة سهيلي الشعر قمر ليل وسما ونجوم.
حياكم الله مستمعي الكرام، متواصلين وياكم في ليل وسماء ونجوم. طبعا احنا حابين نشكر الهدايا المقدمة من المتألق للعطور، وهم متميزون في صناعة أجود أنواع العطور والبخور واللوشنات، وموقعهم في ولاية بركة، ومن فوالة أيضا شركة فوالة للشوكولات والتمور، موقعهم في القرم والخوض وصحار وصلالة. ويسعد تواصلكم على 90456 في رسائل كثير حلوة، ونحن سعيدين طبعا بهذه الرسائل. أيضا على الهاشتاج ليل وسماء ونجوم، وعلى هاتف البرنامج 24698151 معانا اتصال. مساء الخير. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلين، اخبارك طيبه؟ شو اخبارك؟ الله يسلمك، كيف حالك؟ الحمد لله، نشكر الله. يا مرحبا، من معي؟ يا مرحبا، عبد الله المياتي عندي. اهلين يا عبد الله، كيف حالك؟ الحمد لله نشكر الله. اتصالك من وين؟ اتصال طال عمرك من ابو ظبي. اهلا وسهلا، مرحبا بهالبو ظبي كلهم. يا مرحبا والله. الله يسلمك، ما شاء الله شعرتنا منوره عندكم، ما شاء الله قمره منوره عمان ما شاء الله. تسلم اخوي عبد الله، يسعد مساك. الله يسلمك. تابعت من البدايه عبد الله؟ هلا هلا. تابعت من بدايه البرنامج؟ والله الحين يعني بس فتحت الراديو وسمعني يا شباب، يا الوكيل الشيخ طلال، نعم، والشيخ محمد، سامعين الكل يا ما شاء الله، ومنورين منور عمان ما شاء الله. الشعرة تشرفين، متشرفين متابعتكم والله، مرحبا بكم. مطلوب عليها تسمعنا يعني، شوف القصايد حافظ لها شيء معين ولا تسمعكم اللي هي تختاره؟ لا لا، هي تختاره وتسمعنا اللي منها حاجة. فالكم طيب، مرة أنا جاية علشانكم. إن شاء الله. طيب يا عبد الله، بابك يا عبد الله، احسنت، بارك الله فيكم. اذا ان شاء الله بتسمعون، خليكم متابعين. شكرا لك يا عبد الله، شكرا لاتصالك. تحياتنا لكل المستمعين في ابو ظبي، حياك الله. في اتصال اخر، عموما 24698151، الهاتف الدولي 0968246982118، ونرحب طبعا بالجميع. تواصلكم مع شاعرتنا، اي سؤال حابين تطرحوه على الشاعره مرحبا بكم. يا زينة هالدنيا إذا كنت معزول في جو هادي ما به صوت إزعاج، عايش وحيد النفس ما بين كيف جبلين. لا ليش عاد جبلين؟ ندري قاسم، شكرا لك، ما أعرف الأبيات، ما قدرت أقرأهم. ومن يعطيك العافية، مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذه فرصة سعيدة بسماع أنغام وإبداعات الشاعرة الكبيرة قمرة، وشكرا على البرنامج المشوق دائما، أخوكم الشاعر سلطان لوهيبي. شرفنا بك. شكرا، شرف فيك سلطان، يعطيك العافية، وإن شاء الله تكونوا مستمتعين أيضا بهذه المتابعة. أولا أقول مساء الخير سيداتي، الصراحة هذه شاعرة صراحة، شنو أنا أقول فيكم الحسن والصوت، الله يا ربي تصبرني. أنا سالم من رقيشي، أول في عمره، بس المهم مشاعر. شكرا على الكلام الجميل، شكرا لك، يعطيك العافية، وإن شاء الله تكونوا مستمتعين اليوم مع شاعرتنا. طبعا هنا في الأستوديو موجودة معانا. مساء الخير، معك عبد العزيز أجواني، بغيت من الشاعرة قمرة قصيدة الحر ما يسجن. الحر ما يسجن، هذه قصيدة لك؟ حساسة، هذه قصيدة حساسة، هاي إلا تقولي لا تحسسون. لا، هذه حق في وضع محمد بن الذيب، الله يفك عوقه إن شاء الله. إن شاء الله، توقعت أنها كذا. نعم. يعني راح بالي طوالي له الحر يعني. الحر ما يسجن، نعم نعم، الله يعطيه العافية إن شاء الله. موجودة في جوجل قصيدة، أي حد يدخل يشوف القصيدة. نعم. إذن القصيدة موجودة بإمكانكم ناخذ نسمعكم الأجمل، ونسمعكم أيضا إن شاء الله يا عبد العزيز قصايد كثيرة عن شعرتنا اليوم جايبتها لكم. أصلا ناخذ اتصال. مرحبا، مساء الخير. مرحب، مساء الخير. ألو، مرحبا، مساء الخير، أهلين. مساء النور أختي، كيف الحال؟ الله يسلمك، كيف حالك أخوي، شو أخبارك؟ طيب، شو حالك أنت؟ بخير الحمد لله. من معي؟ سلم على ضيف جميل الجعفري، مع جميل عبد الله الجعفري. مرحبا جميل، كيف حالك؟ طيب، وترش الحاج، حالك انت طيب؟ الله يسلمك، يعطيك العافيه. من نيابه الاشخره طبعا اكلمك. من الشرقيه، نعم، من نيابه الاشخره. نعم. مرحبا بك يا هلا وسهلا. مسي على ضيفتك العزيزه. يسعد مساك اخوي. ونقول لها يا اهلا ومرحبا بك بين اخوانك واهلك في عمان. الله يحييك ويبقيك ويطول في عمرك، مرحبا ومسهلا فيك. وما عليك زود، وطال عمرك انت بعد مؤدي وموفيه. الله يخليك، طول في عمرك. نبغى نسمع شيء من الموجود عندها، نبغى نسمع من ان شاء الله. طيب،
وان شاء الله بتجيكم بعد اكيد في صور في احد الامسيات ان شاء الله في يوم من الايام باذن الله. والله تجريب بين انا واخواني طال عمرك. الله يسلمك. شكرا يا شرف. شكرا لك ومسهلا. العين وتوسعها والقلب مكانها طبعا. الله يخليك ويطول في عمرك. وحيا باي ضيف وباي شاعر. مرحبا. شكرا لك يا جميل. شكرا لك. شكرا لاتصالك. الله يسلمك يعطيك العافيه. مرحبا ومسهلا. اتصال اخر 2 4 6 9 8 1 5 1. وطبعا نرحب بالجميع انهم في مداخلاتهم واي سؤال حابين يطرحوه على ضيفتنا شاعرة قمرة. مساء الخير. في اتصال يا سلطان. مساء الخير. مرحبا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بك. اهلين شاعرة سلطان. كيف حالك؟ حياك الله. شو اخبارك؟ قرينا رسالتك والحين نسمع صوتك. يا مرحبا بكم وسهلا. شو اخباركم؟ طيبين. الله يسلمك يعطيك العافيه. والله نرحب. هذه اجمل فرصه واحجمل فرصه شفتها والله صراحه. سمع صوت الشاعره قمرة. الله يخليك. يسعد مساك. مرحبا بهدين اخوانها والله. الله يسلمك يعطيك وأنا العافيه. وانا من اشد المعجبين في اشعارها وكلامها الحلو يعني من صراحه. من بدايه انت كنت متابع لقمرة؟ صحيح اكيد. نعم. جميل جميل. وأطوق أطوق السماع الحرمة يسلم. يعني لازم. معلش عشان القصيدة يعني لها موقف خاص سياسي بعد فنسمع قصيدة أكيد ثانية. نسمعكم غزل. نسمعكم كلام أجمل اللي يجي منك كلها حلوة. والقصيدة تقولكم هي موجودة في جوجل. نعم. بإمكانكم أكيد الكل يسمعها ونزلها براحته يعني. خلاص يعطيك العافية سلطان. تشرفنا بك. تسلم يعطيك العافية. نكمل رسائلنا ولا عندنا اتصال يا سلطان؟ بعد عندنا اتصال. مساء الخير. مرحبا. مرحبا. مساء الخير. أهلين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شاعرتنا عطيلة. شحالك؟ الله يسلمك. كيف حالك أخوي؟ شخبارك؟ والله الحمد لله. وضيفتك اليوم عندك قمرة. هي نعم يعطيك العافية. الله يسلمك. مين معي؟ حبينا نشارك معاكم. الله. أبو شهاب. مرحبا أبو شهاب. أبو شهاب مين يعني؟ الله يسلمك. الحمد لله والله تمام. الله يسلمك. بغينا تبدأنا شاعرتنا اليوم قمرة شيء من أشعارها الجديد. فارك طيب. نحن جايين علشانكم ولا لكم ولا الرضا. الحين بنسمع أكيد قصايد ورا بعض. شو رأيك؟ نخليها أمسي. اتصالات ورا بعض ورسايد ورا بعض. نعم. بارك طيب. الله خير. شكرا. مرحبا بك. شكرا يعطيك العافية. جميعا إن شاء الله. حلو. الله يخليك. حياك الله. نسمع قصايد طبعا قصيدتين ورا بعض. شو رأيك سلطان؟ إن شاء الله. وبما بعد إن شاء الله راح نكمل القصايد وأيضا راح نكمل اتصالاتكم على البرنامج. تفضلي. تفضل شاعرتنا. نسمع انت سلطان. انا احنا حابه تسمعين شيء من الديوان. طبعا ديوان شاعره قمرة باسم ايش اسم الديوان؟ قمرة الشعر. قمرة الشعر طبعا هذا احد دواوينها الصوتيه ايضا. خلينا نسمع شيء من الالبوم. حجزت لساعه الموعد زياره ودونته على بيض الكوارس ودورته ودورت اعتذاره تحت نور القمر والعذر خارس ونشكي حب واشكي من مراره فوادي يمرسه من البعد مارس عناقيد العنب طابت اثماره ودون الحقل والاثمار حارس يزيد الزين وتزيد النظاره اذا حان اللقاء والشوق تارس يميل الغصن ويتيه بخضاره تمايل بالندى والورد وارس وتجي في خاطري مليون غارة ويردعني عن التنفيذ شارس وشوفه في فضاي وفي مداره الحلم والشعر ملهم وفارس وطيت الهجر ولا دست ناره غدت بعلومه طيوره النوارس تملك عاصمة حبي جداره وبساتينه لها ساقي وغارس. يا سلام. هذا أحد طبعا القصائد الموجودة في الألبوم وإحنا سعيدين طبعاً نحن نسمع هاي الأشياء الإبداعات الجميلة لك والمتواصلة دائماً لجمهورك الجميل. خلينا نسمع شيء ولا خلاص اكتفيتي بال اللي تبغون؟ أنا تحت أمركم. بسمعكم مقاطع مثل ما قلت قبل شوي. أي أقول تثلث الليل والمرتاح راح وهجع الله يا موعدك عين الحسد صابته أحس في جمجمة راسي كلام
ووجع ودقات قلبي بصدري ما هي بثابتة. قلبي قلبي سمع صوتك يناديه حن ورجع وذكراك شلت وحطت لينها جابته. سلامتكم. سلام. صح لسانك. هذه تغريدات طبعا ومقاطع تقريبا. نعم. ثلاثة أبيات. عادة يعني المواقع خلاص حكرتنا شوي جدا بين بيتين وبين ثلاثة فقط. نعم. إذا كان سجلتي في الانستغرام ما تقدر. وخلصت بيتي. بس أنا قاعدة ألاحظ في صفحتك ترى ما في مقاطع. رغم حلاوم يعني يعني في ألبوم مش كبرى حلو تنزلين منه كل شوي مقطع أيضا. نعم. في داخل الصفحة. ولا أنت لك رأي آخر؟ لا والله صح. بس بيني وبينش كسولة هنا. أيضا هنا فيه رسائل سليمان المحمودي في تويتر. في تويتر يقول: نرحب بشاعرة قمرة في بلدها الثاني عمان، وتميز ما له حدود. شكرا يا سليمان، يعطيك العافية. كثير. الله يسعدك. في شعرها وفي برنامجها ولا تستضيف إلا المميزين، والدليل ضيف الليلة قمرة الشعر والاسم مميز في الساحة الشعرية حسن المعشني. شكرا لك شاعرنا، يعطيك ألف عافية. وكان بدأها وقال أسعد الله مساكم طبعا ورحب، وطبعا شكرا لك والتميز منك وفيك شاعرنا. نعم. يعطيك ألف عافية. أيضا هنا طبعا رسائل، أنا بس أنا حاول قدر الاستطاعة. يسعد مساكم وهنيكم على هالبرنامج المتألق بضيوفة ليل وسماء أو نجوم. طبعا سامي الشرابي شاعر من السعودية أيضا، نقول لك شكرا لك، يعطيك ألف عافية. شكرا أخوي سامي. معانا اتصال. مساء الخير. مرحب. مرحب وسهلا. مساكم شعر. مساك شعار إن شاء الله. اياك استاذ سهام، مساك الله بالخير. الله يسلمك. ونرحب بالضيفه اصيله معك. اصيله مساك الله بالنور. يا هلا وسهلا عزيزتي، ونرحب تحيه طبعا للزميله سهام قمرة وما حبتين. والله اليوم مرحبا بدارها وبلد الثاني بين حلها. الله يخليك. ونبات ليله ما شاء الله على الاجواء والممطره امطار، ونبات سمعنا الزفايد غزليه شويه. غزلية شوية مش غزلية شوية وايد. أنا عارفة إن شاء الله مفهوم الطلب مفهوم. فالك طيب أنت تامر، شفت كيف؟ يعطيك العافية. ولا يا أمر عليك عجل تسلم معك محمود. شرف. شكرا لك يا محمود. شكرا لك. مرحبا ومسهلا. يعطيك العافية. ناخذ اتصال آخر. شوف شعرتنا ما ترفض لكم طلب على طول، يعني ما شاء الله مو مقصرة. مساء الخير. عندنا اتصال سلطان. عموما ايضا انا جايه علشان اصيله. انت جايه علشان جايه علشان طيب. واحاول قدر الامكان اني ارضيهم، مع اني انا متاكده في النهايه ما اقدر ارضي الجميع اكيد، بس اني احاول. رضا الناس غايه لا تدرك. وهني صايره سالفه في تويتر. بشر يا ربها طيبه. بس معقوله جمره منوره جو عمان روعه؟ سوالف في التويتر. ربي يسعد مساك استاذ اصيله، والنعم والله في الاختيار، واثنينكم سهرتنا روعه فيكم. وهذه رسائل طبعا كلها للمتابعين جميعا، احنا سعداء بكم ما ننحرم منهم يا رب. وان شاء الله يا رب هذا التواصل ما بينكم وبين الشعراء بشكل دائم. ومعنا اتصال من فيصل البلوشي. مرحبا. مساء الخير. مساء الورد، مساء بشعرانا اليوم موجودين، مساء أصيلة، مساء شعرتنا قمرة إن شاء الله منورة ما شاء الله بعمان بصوتها الحلو. أنا أقول المستمع المذيع دائما فيصل البلوشي. وأنا اليوم بالذات اليوم قلت أنا دائما أتابع البرنامج الشعري، بس اليوم شاعرة قمرة موجودة وأنت اللي تقدمي أصيلة البرنامج، قلت يلا اليوم ما بطلع من السيارة غير اللي ما أتصل اليوم أسلم عليك. شكرا يا فيصل. أنت صديق للإذاعة، يعطيك العافية. أكيد أنا دائما صديق، واليوم أكيد الاتصال هذا خلاص حق شاعرتنا قمرة، وأبي نسمع منها شيء حلو في هالجو الرومانسي وحلو، يعني شيء غزلي يعني. أنت ما سمعت؟ شو؟ لا بعدني لسه، لا سمعت بس زيادة يعني. فالك طيب. طيب ما بتنزل من السيارة يعني، بتقعد طول الوقت تسمع. لا 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 البرنامج منزل، خليك أعطيني البرنامج منزل. لا نزعل عليك. لا 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 ما نسامحك. نعم. إيه لا 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 لين ينتهي البرنامج، نحن نبغيك تتابعنا. ربي يعطيك ألف عافية شاعرتنا قمرة، وتحياتي خاصة حقك أنت يا أصيلة وحق شاعرتنا. شكرا الله يخليك. شكرا يا فيصل. لا خلا ولا عدم. تسلم، حياك الله يا فيصل، يعطيك ألف عافية. أيضا طيب بالنسبة للتعاونات، نرجع للتعاونات قمرة. في فنان قريب لسه كده متخبي الموضوع، ما عرفنا يكون في تعاونات ما بينش وبينه.
نعم. وأسعد وعد مع وعد. مع وعد مع الفنانة وعد. وعد. نعم. إذن راح يكون في تعاون قريب مع الفنانة وعد. يعني هذا يدرس بعد. أنا طبعا مخططة له بس بعده تحت التنبيه. نعم. ما أقدر أذكره لأن هي تتصرح عنه. نعم. طيب كيف تم التعاون هذا؟ كيف تم التواصل مع الفنانة وعد؟ والله هي كانت صدفة بدون وعد. شوفوا أنتوا طابخينها مع بعض. ما ندري عنها. يعني عندنا نحب نتصل فيها ونخليها تحكي. هي اللي بتحكي بالموضوع أكيد وهي اللي ممكن تقول إن شاء الله. في رسائل طبعا أيضا جميلة قاعدة توصلنا للأمانة. لا تقصرين في حد اختياصي. لا ما حدش تقصرين. لا والله أنا راح أقرأ قدر الإمكان كل الرسائل. طبعا سؤالي للشاعرة قمرة المتألقة بقصائدها إذا ما عليكم كلافة شنو يجذب إلهام هاجس الشاعرة قمرة وقت كتابتها لأي قصيدة؟ عمر الشحي يسألك هذا السؤال مرة ثانية. طبعا هذا هو سؤال احتفظي فيه الآن. ما فهمت له. يقول لك شنو اللي يجذب إلهام هاجس الشاعرة؟ هو كان السؤال كذا بس أنا اللي فهمته منه يعني وقت الإلهام أو ما هو ماذا يلهم اللي حركني اللي حرك طبعا هاجسك الشعري والقريحة. الأستاذة أصيلة تحية طيبة وبعد أنا لست شاعر. طيب زين حياك الله. نتشرف فيك والله. مرحبا ومسهلا. لكن أحب هذا البرنامج الجميل طبعا. إنه جميل. الله يخليك. وطبعا وأحب اختيارك لضيوفك الكرام خاصة مثل الشاعرة قمرة الشاعرة المبدعة. هذا ولكم مني جزيل الشكر عبد الله سليمان القيوضي. وإحنا نقول لك ألف شكر. أنت بهذه الرسالة أنت شاعر يا. نعم اشهد الله. يا عبد الله. وترى كلامك وإحساسك وتواجدك. طبعا. وبالتالي ترى يعني أغلب الناس هما شعراء بس من الشاعر داخلهم. من داخلهم الشاعر كيف لأنه اللي يملك اللي شعور جميل اللي يجيد ويوزن واللي يقوله كلام شعره يقوله كلام نثر. تجيك استشارات إذا جاك مثلا شاعر مبتدئ سواء التقى فيك في أحد المواقع التواصل الاجتماعي أو في أحد اللقاءات طبعا الشعرية وغيرها استشارك في قصيدة بداية كيف يكون نقدك؟ هل تراعين بمشاعر الشاعر إذا كان خصوصا هي فيها كسر أو فيها شطحات أو فيها من هالأمور كيف يتم تواصل ما بينك توصيل الفكرة أنه هذه القصيدة تحتاج إلى إعادة يعني كتابة إلى وزن إلى غيره غيره لأنه في شعراء يكسرون على طول بجادية شوف الشاعر. إذا هو قريب مني وأعرف أنه بيروح وبيرجع لي أكون سلسة معه يعني أداري وراعي التوجيه لكن إذا عادها علي الأولى والثانية نفس الثالثة يعني أعطيه يكون رد يوجع يعني أوجع يعني ما أكون يعني إذا شفت ما منه فايدة يعني هو ما عدل من قصيته ورجع لك مرة ثانية وثالثة يعني ما شفته تعدل في كتابته ما تعلم من النصايح اللي قلته هو نفس مثل ما هو أكون ردي قاطع. صارت معك؟ نعم. وإذا كان عبور يعني جلسة كذا ويأخذ رأي أجامله صراحة ما مستحيل أقول لأنك مو بشاعر أقول روح. طيب ما أريد أجرح. ما تجرحينا بالنهاية. لا. شيء جميل لأنه أحيانا فيه شعراء مبتدئين يجيك مستشيرك يقول لي أنا كنت رايح عند شاعر لكن حطمني ما أعطاني وقال لي أنت شاعر ما أحب. بس الإنسان اللي يروح ويرد وما يدعي يتعلم. نعم أعلمه. جميل. سؤال أيضا هنا مساء الخير. هنا في سؤال أيضا راح يا ضيفة عمان بإطلالة ضجت من سناها عمان من مسندم لصلالة. نحن متعودين على الشعر وعلى القاب. يلا يلا نبغي بعد. مزدانها عمان شعرة أصيلة وزدانت الدار بالشعرة قمرة ونورت الدار يا ضيفة عمان. طبعا هو هذا كله عمر أيضا قاعد يكتبه شيء جميل. ربي يخليك يطول في عمره. قسم بالله حلفك بربي يحبك بس أترفق بحالي أشوفك والقلب نار تشبه وتبادل وتشوف شنو وشوف أنت يا الله في جهنم. أنا ما أقدر أقرأ كلمة جهنم هذه في قصيدة. بس كلام قوي وجميل. كلام قوي وجميل لكن في النهاية وأنا برمي بحالي في جهنم وأقول لك روح في الجنة بحالي. أبو لطيفة شوفي بعض المفردات أحيانا تعطي للقصيدة يعني نوع من
ما أعرف كيف أوصل التعبير. بس فهمت ليش يعني المفروض تطلبين من الشاعر يسوي له فرمات يعني. جدا يعني أنا مثلا إعادة يعني الجملة هذه قد يعني تعطي كذا حتى للمستمع والمتلقي مزعجة شوي. نعم. يعني مش أذى الكلمة يعني قد تكون مثلا نحاول نلطفها بجمرة هذا مثلاً. بالاستمرار نعم بالاستمرار كتابة الاستمرار والقراءة الثقة في الواحد في مفرداته وفي نهجه نعم. للشعر بس أنت جميل يا أبو لطيفة يعني رائع والله يعطيك العافية. صرنا شاعر مليون الحين قاعدين نصلح. صرتي في يوم من الأيام في أحد لجان تحكيم في مسابقة معينة؟ ما يعني شيء ما يذكر. ما يذكر. ما طلب منك تكوني. ما أتمنى أكون أنا لأني أحس إني أنا صارمة جدا. الشعر ما فيه مرحمين عندي. طيب. أحس ردي قاسي بيكون. كنت أنا على الهواء كنت أقول لك قمرة أنت معلمة قلتي لي لا والله لو كنت معلمة لا أنا غار على الشعر صراحة عندي غير على الشعر جدا حساسة يعني ما حبيت شوه وما ألم بس انفعالية أنت قمرة صح تشعري أنك انفعالية لك غيرة تجاه الشعر من يدخل الساحة يعني. طيب كتبتي مقالات في هذا اللون في هذا الجانب؟ أنا أبعد قد ما أقدر أروح على جانب ما أحب. نعم ما أحب. جميل. إحنا بعد عندنا أيضا هنا رقم 2 اخترنا ما اتصال ما نعم نحاول نتصل في فنانتنا لكنها ما ترد على اتصال وإن شاء الله بنحاول فيها إن شاء الله طوال الحلقة. رقم بعد عندنا وعندنا زحمة مكالمات ما شاء الله مرحبا ومسهلا كل هذه الزحمة الجميلة لا تزعلونهم. شوف هي مدلعتكم اليوم ها لا تزعلوهم لا تزعلوهم. نعم شوف ما مخلين أنا جاية أنا أقول جاية علشان معناتها برضيهم. هي فعلا جاية من الإمارات خصيصا للبرنامج وللجمهور العماني للأمانة اللي أنا أحبه والله وأتشرف فيه وأعتز فيه ودائما أذكره حبيبي قلبي. وهذا بهذه بلدك ودارك والجمهور جمهورك وإن شاء الله في يوم كده تكون لك أيضا أمسية أخرى في عمان. تتوقعين رقم 1 مين ممكن يكون في الاتصال؟ دام رقم 2 طلع راشد أكيد هذا بيطلع قمة يعني أنا عندي ذوق في النهاية في اختيار لا بديت كلش ذوق والله نعم. طيب بنشوف هو يتصل بالرقم وبس احنا ناخذ المكالمات. مساء الخير مرحبا. ألو مساء النور. يا مرحبا وسهلا أهلين. حياك الله الأخت أصيلة شو أخبارك؟ الله يسلمك كيف حالك أنت شو أخبارك؟ الحمد لله بخير وعافية. حيا الله بالشعر قمرة. الله يحييك ويبقيك. وهذا تشريف بأمانة وإضافة للبرنامج. الله يرفع شانك. وعلى الأجواء الطيبة في عمان يعني نطلب منك على يعني قصيدة وتكون قصيدة رومانسية إن شاء الله. كل الليلة رومانسية من قال لك؟ إيه وأنا عندي 4 أبيات تقريبا. زين. إضافة إذا كان في مجال يعني. طيب قولهم تفضل. أقول يا مرحبا يلي على شوقها همت أمضيت في دربك وسيع غرامة في خطوتي لقيت شيء تعلمت أن الوفاء فيك زاهي مقامة خذيها قلبي وودعي حبك بصمت ولا تركيها في خافقي مع زمامة زن المشاعر بيننا تعيش في سمت حرك خوافينا وتزيد اهتمامه يا نادرة بين الخلائق ترى علمت أن اشتياقي فيك حقق مقامة يا زين حسنك يا بنيه ولا نمت ويا زين زولك من أخيلها بحلامة يرد شوفك ناظري من عقب عمت وانسى وينومس عالمي من تمامة وش حيلتي لمر وقتي وتقادم دام نزيف الشوق مش على غرامة شاعرك أنا روضت من القاف والهمت وابدعت يا بنت الصبا والزهامة أخذت عهدك عهدا منه تعلمت أن الوغى فيك زاهي مقامة وسلامة. شكرا لك يعطيك العافية. حياك الله. شكرا لك وصح لسانك يعطيك ألف عافية. شكرا إن شاء الله. الله يبارك فيك. حياك الله. إذا رقم 1 وصلنا للاتصال وبسلقوا مرحبا بك يا رقم 1 مرحبا مساء الخير. يسعد هالمساء. يسعد مساك يا مرحبا وسهلا. عرفتي الصوت؟ أنا عرفت. يمكن عرفت. لازم أحكي شوي. طيب. لا عرفته. مرحبا ومسهلا والله. مين طيب؟ يسعد. بعيد بلادها. بعيد وباردة يا حبيبي وباردة ترى بنجيك دامنها قالت وباردة
طبعا معنا الإعلامية طبعا الجميلة هبة صباغ، وإحنا سعيدين جدا أن تكون معنا. مرحبا أم راشد، شوفي على طول هي قالت لي رامنها، قالت قولي أم راشد وخلاص. يا حبيبتي حكت لها، حكي لها أم راشد حياتي بديت رامش ما يحتاج، هي عارفة من نفسها يعني. يعني والله يا أصيلة اليوم برنامجك مش ليل وسماء ونجوم، ليل وقمر ونجوم. يا سلام، يعني عندك هالإنساني فعلا إنساني بكل معنى الكلمة. يمكن أنا دائما بحب أو بحكي شهادتي مجروحة فيها أمري. بس هي بالفعل تستحق إنه كل الاحترام والتقدير لطيبتها ولإنسانيتها ولشاعريتها اللي بالفعل يعني بنهنيها عليها. فهي يعني أكثر من يستحق أنه يمثل الشعر النسائي في الخليج وفي الوطن العربي. أمري يعطيك العافية. شوفي للأمانة يعني أنا أول ما حطيت الخبر، أول من رد علي بهبة أوه قمرة وين أي مكان أي إذاعة، فتلقائيا هي سعيدة جدا أنك أنت تكوني موجودة. أنا متأكدة أنها مشغولة وأنها بعيدة وأنا متأكدة عندها ظروف يعني. نعم، بس الغالي ما يرد منك لا مسافة ولا ظروف، هي ما قصرت. ما ننشغل عنك حبيبتي يعني والله. هذا شرف انه اليوم نتواجد ونعمل مداخلة طبعا في هالبرنامج اللي بالفعل أصيلة بحييكي حبيبتي وبحيي سي. كل المستمعين في سلطنة عمان هالبلد الجميل اللي أنا زرته أكثر من مرة وما شفت منه إلا كل الطيبة والخير من أهله. وطبعا بتشرف اليوم أني أعمل مداخلة وأحكي أمام قامة شاعرة متميزة يعني على مستوى الخليج وعلى مستوى الوطن العربي. طبعا جمرة يعني شو ما أحكي عنها أنا ما بوفيها حقها، هي بالفعل إنسانة فرضت نفسها سواء بالساحة الإماراتية أو حتى الساحة الخليجية، لأنها بتحمل بالفعل داخلها شعر راقي، شعر إنساني. يعني أصيلة أنت كيف بتميزي الشعر لما بتحسي أنه هالشاعر لما بيحكي القصيدة بيحكيها إلك وكأنه كتبها إلك، لما هذا الإحساس بوصلك بتحسي بالفعل يعني بقيمة هالشيء اللي عم بيقدمه هذا الشاعر. فأنا بالفعل بحييها لجمرة الشاعر المتميزة على كل هالشعر اللي بالفعل عم تتحفنا فيه وتواجدها دائما. ومن فترة كمان المهرجان مش الماضي اللي قبله، مهرجان الشارقة للشعر الشعبي، كمان استحقت بالفعل انها تتكرم وتكون من يعني نجوم المهرجان وتم تكريمها، وهي بتستاهل بالفعل انها تكون من المتميزات سواء على مستوى الساحة الإماراتية او الساحة مش بس الخليجية حتى الساحة العربية. تستاهل. وطبعا هبة إعلامية يعني من الأردن جدا مميزة وشاركت في مهرجان الشارقة، انا التقيت فيها شخصيا رائعة جدا وعندها هذا في الشعر أول الشعبي مرة في الأردن. نعم. أول ما تعرفت وجيت ضيفة في البيت حبيبتي كاني استهل الله يحفظك أصير أغار أنا كذا هبة وكانت ليلة مميزة جدا لازم أكل المنسف وفي الذاكرة والله ما تنسى. يلا يلا يا ميت أهلا وسهلا ودعوة مفتوحة المرة الجاية نجي أنا وقمرة عندك قمرة وللإعلاميتنا المميزة أصيلة حبيبي قمرة. أنا بدي أسمع من قمرة شغلة أنا ما يعني لأنه بصراحة حاولت أنزل الأبليكيشن أسمع الإذاعة ما حصلت البرنامج من الأول، فأنا بدي أسمع منها لقمرة شغلة أنا بحبها. إيشي بدي ببلش أنا وهي بتكمل. يلا بلشي. يلا فسر حلومي سيدي حال ما فيك وانت وانا والحلم في كل ليلة، شدك بعيني لا معك لا معاليك إلا العلوم الناس والفضيلة. الله الله والله مش حافظتنا يا عمري قاعدة تردد وراك شوفي والله مش بدربك وين ما رحت باريك ما فيه لا يمكن ولا مستحيلة استقبلك وحاول احفظ اساميك يا طيب وقتي والجروح العليلة النوم يدعيني وانا اقول داعيك وساعات يومي كل أبوها مليلة. ليش أخذ وقت أطول من هيك طبعاً. أنا أتمنى لو كنت معكم والله بالاستديو كمان. حياتي أنا شاكرة لشعبت صار شعرنش حفظة قصيدة أنا ناسيتنها. ما قصرت. يعني القصيدة هذه يمكن عمرها 6 سنين 7 سنين ترى مش جديدة. صحيح نعم من القصائد القديمة. نعم. ذائقتها جداً جميلة ترى هبة على فكرة يعني. جنن. يعني تجنن ذائقتها في الشعر بس تسمع شعر كده تسمع الأبيات تنخبل يعني أنا قاعدة أشوف. هي شاعرة بس ما تعترف إنها هي من اللي ما يعترفون. هبة صح والله.
تكتبين ترى ما سمعنا شيء منك. والله انا اكتب صحيح بس انا لا اجيد وانا اعترف كتابة الشعر النبطي بل يعني خليني اعترف لك بهالشيء انا بس بتذوق الشعر النبطي وبحبه بصراحة واشعر بصراحة انه انا داخلي شاعرة بس ما بتعرف تكتب الشعر بس طبعا في عندي خواطر يعني بكتب خواطر بسميها دائما خربشات نابضة تعرفي يعني الواحد ساعات معينة بيجلس مع نفسه بيطلع معه بعض الكلام قد يكون هو شعر قد يكون غير ذلك ولكن أحيانا بيوصل للناس وأحيانا يعني هو عبارة عن يعني ما يجول بداخلنا ليس أكثر. نعم. يا سلام تسلمين غالية تسلمين وإن شاء الله نشوفك بعد كاتبة كذا بشكل أجمل وتنتبهين للشعر إن شاء الله. شكرا لك أكيد أشكرك على الوقت اللي منحتيني إياه وكل التحية لك للمستمعين ولضيفتك المميزة الشعرة قمرة. شكرا شكرا لك حبيبتي شكرا لك الإعلامية الجميلة هبة الصباغ طبعا من الأردن نورتينا شكرا لك حبيبتي حياة إن شاء الله شكرا يا قمرة مرحبا وحيابك في بلادك وهلابك وبكلنا فرحانين أخيك عبود العامري من راس الحد الله يطول بعمرك شكرا لك يا عبود الكلام الجميل يا عبود طبعا زرتي راس الحد نعم زرتي نعم واستمتعتي بالسلاحف الموجودة نعم شيء جميل ماني بالشعر معروف وماني بهالليل مهووس ولكن بهالقمرة مهووس وميؤوس شو السالفة بسم الله عليك الرحمن هدي بس طبعا منورة قمرة بهالدنيا وقمرها شكرا لك ما وصلنا الاسم لازلت في داخلي رغم الألم باقي وشلون بنساك أنا وانت الغلا كله من أجمل أبيات شعر قمرة وتحياتي لكم عصام زجالي هذه لي مدري تذكري كيف عيديها تقول لازلت في داخلي رغم الألم باقي وشلون بنساك أنا وانت الغلا كله لا هذه يمكن مهديها ليهم يمكن أهداها لك لا بس من مو من كلامي أنا عارف كلامي ما أدري إذا ممكن سؤالي هني أيضا راح السؤال مزدان عمان هني قريناها شكرا لكم عموما كل رسائل يعني تقريبا انا قاعده اقراها بس لاني كنت ابحث سلطان ايش مستعجل انت ايش عموما خلنا نسمع قصيده شعرتنا تفضل فضلت تبقى في حياتي صديقي فيك ارتباطي ما ترخيه الايام اتقصدك لزاد همي وضيقي وتقلدك في رحله ايامي وسام وسميتك الحب الكبير الوثيقي اللي معي يبقى على مر العوام وقربتك أكثر من مواصل شقيقي وفرقت حبك فيني أصناف وأقسام وغرقتني ونجيتني يا غريقي وصحيتني في عالم الحلم بأحلام واصبحت من عقب الصداقة عشيقي غرام متوهج وأهات وهيام هذا الغلا هذا الغرام الحقيقي اللي يلمح لي بحبه من العام هذا الغلا هذا الغرام الحقيقي اللي يلمح لي بحبه من العام اللي مشيته لين غير طريقي يرسم تباشير الفرح دوم قدام هذا شحوبي لا وهذا بريقي الصورة اللي تغفي هنيه وتنام يرمي تعب وجهي ويجمع رحيقي عنده على حسي عبارات والهام ويزيد نبض القلب ويجف ريقي والروح ترفع له شعارات وإعلام واليوم دمعي وانهياري وضيقي منا عليه ومني أكوام وأكوام معاد ننفع للصداقة صديقي هيكل علاقتنا بقايات محطم سلام صح لسانك أيضا هذه من أبو ظبي طبعا عبد الله رجع يرسل يقول إحنا متابعين ونبي شيء خاص لنا طبعا يعني للشيخ وأيضا لطلال وكيل الشيخ حابين يسمعون شيء خاص يعني ارتجالي يعني حابين يسمعون شيء اللي تحبين ارتجالي انا كل اللي اقوله لهم يا سلام يستاهلون حابه تقولي لهم شيء تقولي لهم قصيده من عندك لهم اهداء طيب تفضلي خليني اتذكر عاد ابذك صلي على النبي محمد عليه الصلاه والسلام انا احاول اني اتذكر الجديد بس الجديد مو بكله محفوظ برجع للأرشيف بسمعهم علشان خطرهم من الأرشيف القديم طيب نسمع أقول يقول وشلون كيف الحال والصحة وأقول عادي
ونق سماني بعادي وروحي من الشوق والحرمان من ذبحه ولا المعاليق تصل جمرك الهادي أشتاق لك أشتاق لك والليالي دونك امشحة أبا تجمل وكثر الصبر ما فادي طول كتابك عليه ما وصل شرحه اختم وبختم عليه رضاي وعنادي قلبي على الوصل وانت بصدك تلحه والوقت وياك ما حقق لي مرادي اشتقت لك يا فديت الصوت والبحة اشتقت لك يا فديت الصوت والبحة يجري بسمعي ويسترسل به افوادي قل لي متى ينتهي ليلك يجي صبحه واستمتع بشوفتك يا ثالث عيادي واقول قربك واقول بعدك خطيه واقول بعدك خطيه ما لها دمحه وخلي الناس وهاجر من بلادي وطير في عالم الاحلام والفرحه واجيك وانسى حروف اسمي وميلادي. سلام سلام. في غيابك لها نالي احترق واسهر وعاني في غيابك انخطف لون المعاني وانكسر صوت الاغاني في غيابك لا ينالي احترق واسهر وعاني في غيابك انخطف لون المعاني وانكسر صوت الاغاني وانكسف وجه المدينة وصارت الدنيا تعاني انكسف وجه المدينة وصارت الدنيا تعاني في غيابك غيابك لهنا اللي يحترق واسهر وعاني في غيابك مستمعينا الكرام. طبعا احنا متواصلين معاكم في ليل وسماء ونجوم. ضيفتنا في الاستوديو شاعرة الإماراتية قمرة اليوم هي ضيفة البرنامج وهي أيضا فارسة هذه الأمسية وهذه الحلقة. تواصلكم هو الأجمل والأروع دائما. طبعا نرحب فيكم وعلى رسائلكم على 90456 أيضا على التويتر هاشتاغ ليل وسماء ونجوم وعلى هاتف البرنامج 24689-151 وبالتالي هذه الرسائل طبعا احنا تسعدنا كثير. قمرة بعد تعاونك مع راشد الماجد ما كان في تعاون أيضا آخر صار بينك وبينه بعد قصيدة مجاني النوم؟ والله أنا تحت الرقابة رقابته في قصايد بس ما أعرف إيش اللي بيختاره طالب هو كم مجموعة عند فايز. نعم
طيب أيضا يعني بالنسبة للفنان مثل راشد الماجد أكيد له أيضا انتقاءات يعني معينة، هو اختار القصيدة أم عرضها أيضا فايز عليه هذه ما جاني النوم؟ لا بالعكس، هو سمع فايز يدندنها. نعم. قال له هذه لمن؟ قال لي أنا غنيتي هذه. نعم. كلام من؟ قال له كلام الشاعر قمرة. قال له تكفى أريده الحين على طول. عجبه المطلع، ما جاني النوم وانت حضرتك نايم يبرد دمك ويحضك على قلبك. قال اتصل فيني فايز فرحان، تعرفين فايز يعني صديقة وياخذ له سنجل يعني ألحانه، لكن ما في ألبومه الخاص ما قد يا اسم فايز، يعتبر حق فايز يعني شيء كبير أن سندباد الغنية نعم يتغنى ياخذ من ألحانه في ألبومه الخاص. قال والله يا الشاعر أنش يعني وجه سعد علي، أنا هذا ربيعي من كم سنة بس ما قد فكر ولا قد طلب مني، سمع قصيدتك قال هالحين، حتى اتصل عليه كان رمضان علي. نعم. قال تكفينا الحين أرسلي القصيدة كاملة. طيب شاعرتنا قونا يمكن يعني في قصايدك الطابع اللون الإماراتي يعني، بالتالي ما تشعري انه ممكن كفنانين العرب مثلا انه لا انه في فقط تكون للخليج يعني، انت ممكن مثلا انت حابه انه في يكون فنان عربي يتغنى فيها؟ اصيله بقولش حاجه، انا ما كتبت للغنيه، فايز معصب علي وعصب علي كم مره يقول لي اكتبي غنائي، قلت له فايز ما اقدر. انا تم نضوجي ما تقدر تحرف فيه، لو انا توني مبتدئ اكتب تقدر تصنع فيني فكرتك وتستثمرها، انا ما اعرف انصاع، لاني انا اشوف صراحه للاسف الكلمات الغنائيه نازله عن مستواي. عن مستواي الشعري، عن مستوى شعري نازله. نعم. يعني ما تعجبني ما ارضى عليها، كلمات بسيطه ومركبه وهم يبون لي لحن وانا اركبه، شو هذا الكلام؟ ما يمشي، تبون كلامي مثل ما هو، عجبكم اخذوه، ما عجبكم خلوه. ما يجيكي لحن جاهز اقول لك اكتبي عليه؟ قالوا لي ما مشي. ما تحبين؟ لا 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 لا، اصرف نظر على طول ما رد. طيب يمكن يكون اللحن حلو، يمكن يكون يعني تابع لفن تقليدي إماراتي وحبيب أنه قلبي. أنا قلت إذا مثلا أرد للحن أركب عليه أنا ضاعت مشاعري فيه، ما أعرف ما أعرف أتنفس فيه، أحس أني محكورة. ما تأخذين حريتك أنت في الكتابة في لحن جاهز؟ شوفي هو طبيعة المبدع، أنا ما أقول أني أنا أرد وعيد مبدع، أي مبدع يكتب يرسم يلحن، أي مبدع يحب الحرية والانطلاقة ما يحب الحدود، محكورة. نعم. في كتابته في رسمه في لحنه في غنائه في كل شيء، يحب توسع المساحة. إذن بالتالي أنت ما تحبين أيضا آراء الملحنين والفنانين؟ لا. في لا أنا أقول كلامي، أنت تعطيهم قصيدة وهم كاملة يغنوها. نعم. نعم. طيب نسمع شيء ثاني اليوم، وايد حابين نسمعون قصايدك العاطفية طبعا. صار ما شيء نسمعها في اتصالات إن شاء الله بتجي. بنسمع مجاني النوم وعقب نسمعها بصوت راشد الماجد. والله مش حبطنا بس بسمعكم اللي أنا أتذكره منها. أقول مجاني النوم وانت حضرتك نايم، يبرد دمك ويحضك على قلبك، الجو غايم وصدري ضايق وغايم، وين انت ومن جوي منك ملبك، أضميتني وصل واستاثمت في الصايم، يعني كذا يوم قلبي حب واسرف بك، وخليتني في مزاجك شاطح وعايم، من دافع الشوق والوجدان طاير بك. يا سلام. مجاني النوم وانت حضرتك نايم، يا برد دمك ويا حظك على قلبك، مجاني النوم وانت حضرتك نايم، يا برد دمك ويا حظك على طبعا. هذه الأغنية اللي تعاونت فيها شعرتنا مع الفنان راشد الماجد، وكنا رجعنا نتكلم عن الفنانة وعد، وأن هناك في أشياء طبعا رايحة تكون
إن شاء الله قادمة متخبية ومتخبية وتطلع بعد وتطلع بعد إن شاء الله التصريح. بصوت الفنانة الجميلة وعد إن شاء الله. طيب وعد معانا الحين فنانتنا الرائعة على الخط. مساء الخير فنانتنا المبدعة وعد. أهلا وسهلا، مساء النور عليكم وعلى جمهورنا وعلى ضيفتكم الجميلة قمرة. يعطيك العافية إن شاء الله. أهلا وسهلا، سعيدين جدا بأن تكوني معنا الليلة عبر أثير إذاعة الشباب في سلطنة عمان، وطبعا في برنامج ليل وسماء ونجوم فنانتنا. شو السر ما بينك وبين قمرة اللي متخبي للحين العمل هذا؟ والله أبد، أنت شفتي يعني وقدامك وقاعدين تسمعوا الكلام اللي يطلع من القلب واللي من القلب يوصل للقلب صراحة. يعني أنا سعيدة بمعرفتي فيها، كلامها ما هو يعني ما هي متكلفة في شعرها. أنا ما يعني ما أبغى أمدح زيادة عد لا تشوف نفسها وتنقر علي. قبلش كثرة قبلش كثرة وتقول قبلش كثرة ومديح، كملي أنت معهم. لا والله لا صدق، يعني ما تحسي كلامها ما هي متكلفة ولا هي تدور الكلمة ولا ما الكلمة لازم أقولها ولا تتفلسف في الشعر. هي تقول أحاسيس تحس فيها كشاعر، هذا اللي يميزها يمكن. نعم. وهذا اللي أنا حسيته في حكيها وشعرها الجميل. سمعتي لها أكثر من قصيدة ولا فقط هذا القصيدة اللي بتكون بينك وبينها تعاون؟ لا سمعتني كثير، عندي واسطة أنا. قاعدين أنتوا كنتوا مريحين وقاعدة خاصة سوالف وشعر. حسيلة ترى لحد الآن ما في تعاون، بس قلت لش كان لي وعد مع وعد، وخلي وعد تقولي الكلام. شوفي شوفي الوعد هذا اللي بنعرفه يا وعد. لا شوفي أي وعد أنا ما أفرح فيه، هي اللي تقول كل شيء. الحين هي تقول أنت تقول. أنا كان لي وعد أقول مع وعد. أنا كنت أحلم أول شيء، أنا من محبينها والله العظيم. حلو. يعني يا بجد عمري انتي. وكان في صدفة في عرس من أهلنا بعد. صحيح. الأسبوع اللي طاف وكله أقول لهم يبولي وعد أبى أسلم عليها، يبولي أبى أصور معاه، آخر شيتني آخر الليل يوم ناس راحوا. وجدا كنت في قمة السعادة أول شيء أني أسلم عليها. يا سلام. الله يطول عمرك ويحفظك يا رب. وأنا حلمي إن شاء الله بيتحقق، أنا أشوف أحلامي كل يوم يتحقق منها حلم. نعم. بعد عمري هذا اللي عندي. أنا يعني خلاص وصلنا يعني مرة حلو. قالت لي قولي لي، قلت لها ماشي. كان لي صدفة مع وعد. يعني كان صدفة وصادفت وعد بس. قالت لي ليش تعاون؟ قلت لها انت خليها تتكلم الحين نتصل فيها بالموضوع. ترى على فكره يعني فضل. سمعتني كثير وحتى ما حكينا لا شغل ولا حكينا انه بنسجل يعني نعمل عمل او الى اخره، بس يعني لا شغل. قلت لها فايز عنها والله. قلت لها فايز انا ابغي وعد. خلاص ان شاء الله اذا بنسمع الجديد. احنا نباه حصري حق اذاعتنا، ايش رايكم لما يكون حصري؟ اي مش غلط، يستاهلون. يعطيك العافية فنانتنا. خلنا نسمع شيء دام صوتك وصل لنا. دام صوت، شو رأيك؟ لا خلينا أشر. لا تخيلك خلينا أشر. نبغي شوي مقطع صغير كذا تهدي للمستمعين اليوم. الجو ترى أنا بهديهم بعض الناس. شفتي تبيها هدا لإذاعة الشباب يعني أولا، وبعدين أكيد للمستمعين إذاعة الشباب. حاضر. طيب مش نقول بعض الناس قمرة استاهلون. نعم حاضر. تعبنا وضحينا علشان بعض الناس، ويا ريت بعض الناس حسوا ولو مرة. أنا كيف أجيب إحساس للي بلا إحساس؟ ما شفت أنا خيرا ولا فكني شرا ولا فكني شرا. الله يا سلام يا سلام، يسلم الصوت وان شاء الله الله يدوم دائما هذا الاحساس. فنانتنا وعد اكيد يا حبيبتي مشكوره وما قصرتي، ويعطيكم العافيه ان شاء الله وتواصلش معنا يا غالي. وخاف على جمهورنا عندكم وضيفتكم، يعني صراحه مكسب لكم حبيبتي. تسلمين فنانتنا اكيد وعد، سعيدين جدا بسماع صوتك معنا في اذاعه الشباب. الله يسلمك. طبعا ان شاء الله نسمعك دائما في جمهورك في عمان دائما، ومسقط يحبونك ان شاء الله. تحياتي. شكرا يا غالي. مرحبا ومسهلا. في امان الله. ان شاء الله نشوف لك تعاونات دائمه هكذا مع الفنانين ان شاء الله. الحلقه الجايه اللقاء الجاي الرابع باذن الله في اي وقت الاذاعه طبعا تحت امرك. يعني شاعره قمره انت ليل وسماء ونجوم.
معاكم سيف السعدي. انت صرتي اسم البرنامج كله يعني. يا سلام يشرفني. صارت لك ألقاب اليوم كثيرة معانا وتستاهلينها عموما. هذه يعني عادة أنا متعودة منكم، كل زين وكل كل الجمهور الراقي الناضج الفكري الناضج بتعامله دائما أنا أتواصل معه هنا، وهذا شيء يشرفني وأحب وجيله من بعيد. يعطيك العافية. هنا في طبعا في تويتر كثير يرسلون طبعا أبيات يقضان الشهيمي، أمهليني يا ثواني موعد الرحلة قصير والبخل يطوي حروف المستميته. نعم الساعتين صار النقصار. أمهليني يا ثواني موعد الرحلة قصير واغلقي كل الدروب الضايعة وسط الزحام مترفة خط الغياب اللي تركني للهجير الله. والبخل يطوي حروف المستميتة بالكلام. الله ترى قاعدين نكتشف شعراء عندنا الله. كثير الله. الأمانة وخارق رائع رائع جدا يا قضان يعطيك العافية. بيض الله وجهك. أيضا هنا عاشقات نزار ضاع عمري مرتين، مرة قبل أن ألقاك والثانية عندما لم أعد ألقاك. الله هذه بعد كتاباتها شكرا رائع. لك و... يعني للأمانة في ناس فعلا تجدين أحيانا في شعراء بداخل مواقع التواصل الاجتماعي تتفاجئين يعني بهذه الكمية من الشعر خارج الإعلام خارج النشر خارج التواجد في الساحة. يعني خليهم ما إن شاء الله ما يسوون زحمة خليهم الله يحفظهم ويسعدهم يا رب. أكيد إن شاء الله. وإحنا يعني ما أعرف الوقت يدركنا وإحنا بالأمانة ما نبي الوقت ياخذنا. والله قاعدين صراحة أنا جاية مرهقة بس قعدت هني تنشط وصرت رايقة ومبسوطة للآخر. أكيد وإحنا سعداء بك دائما وأكيد سعيدين بكل هذا التواصل عموما. خلينا نسمع شيء شعرتنا، نسمع شيء آخر عشان الوقت بس سلطان نبي نسمع من عند سلطان من القصائد الألبوم اخترناها الصوتي لكم. اخترناها لكم اخترتها قمرة لكم طبعا عشان تسمعوها. نسمع. شكرا تذكرتني مريت في بالك يا حي ذكرى تمر ولا نست هلها يا حي طريق أو يا حي مرسالك من بعد غيبة على كيفك مطولها من بعد ما ودعت عيني تخيالك مريت تسأل عن أخباري وتسألها شكرا على كل شيء وشكر لوصالك خل السوالف مثل ما هي وقللها إلا تقول لي ليه هذه ردة أفعالك مخلوق محز في نفسه يبدلها ما أقول لك وين ولا كيف عن حالك دفنت صورتك في قلب يقبلها أعاتبك لا أبمررك وأتمالك فرصة أملي عيوني بك وكحلها لو الزعل راح صعب أعود وصفالك وضمد جروح في قلبي وداملها دعيت لك بالخفاء دعيت لك بالخفاء في جيرة المالك أروح وأنا بحسب ذنوبي وبحملها ودعتك الله في حلك وترحالك يا أمنية ما قدر حظي يحصلها إذا تذكرتني أو جيت في بالك يعلني ذكرياتك جد وأجملها ما عاد فيني ما عاد فيني على رجواك وهمالك نفسي عزيزة ولا تتبع مهملها ودعتك العام أو ودعت تمثالك وخليت ذكراك وسط القلب شايلها. يعطيك العافية وصح لسانك. رسالة من شاعرنا فهد السعدي كان يسمع القصيدة الأولى يمقرب الطيوفة ومبعد داره. يا سلام. يقول الله الله صح لسانك غيرة. شعرتنا مالت الغيرة. شكرا لك شعرنا فهد السعدي. شكرا لكل من تابعنا شعرتنا أيضا نجوم خينية كل الشكر والتحايا لك. طبعا تقول شاعرة بكل ما تعنيه الكلمة وأكون لها كل احترام والتقدير ومنورة الدار أختي الغالية نجوم خينية. نعم. نعم يعطيك العافية وشعرتنا أبهرتينا للأمانة. كنا نتمنى الوقت يطول طبعا بهذا التواجد ويعذرنا اللي ما قدرنا ناخذ أنا يهمني ما حد يكون زعل بس لا إن شاء الله مو بزعلانين وإن شاء الله حاولنا نرضي وعد أن تكوني لك جاية إن شاء الله مرة ثانية نحاول نرضي الكثير وإن شاء الله ربي يقدرنا ما تقصرين ويعطيك ألف عافية. شكرا لهذا الحضور شعرتنا قمرة وبإذن الله نلتقي فيك مرة ومرتين وثلاثة إن شاء الله لا يحرمنا يا رب دائما إن شاء الله نلقاكم ودائما أجواءكم حلوة وشعرية. الله يخليك ونشكر طبعا نفوالة على هديتهم الجميلة مخرجنا
ونشكر مخرجنا طول في عمره. نشكر أيضا المتألق للعطور وما قصروا هداياهم لضيفتنا الليلة. شكرا لكم. شكرين. تقبلوا مني شكرين. طبعا كل التحايا أصيلة سيلية وكل متابعينا المعمري وكل متابعينا. نعم. تختم معاكم قمرة. شكرا. شكرا لكم وحياكم الله. وادعوا ياهم واسبقوني قبل لايهم يوم يتلقيت ميراهم خالي منهم ويلعيهم صرت أنا بتوادعوا ياهم واسبقوني قبل لايهم يوم يتلقيت ميراهم خالي منهم ويلعيهم عذابي شين فرقاهم غث نوم العين طاريهم بالحفظ يا رب ترعاهم عن حسود ما يدانيهم يا عذابي شين فرقاهم غث نوم العين طاريهم بالحفظ يا رب ترعاهم عن حسود ما يدانيهم تلقيت ميراهم خالي منهم ويلعيهم شين فرقاهم غثن وملعين طاريهم بالحفظ يا رب ترعاهم عن حسود ما يدانيهم. مجموعة كبيرة في الحقيقة غردوا اليوم. راشد الحسني شكرا على المتابعة ومساءك سعيد. سليمان البلوشي همس المشاعر وتحية لفاطمة تقول بصراحة غاوية غرفة البكا من خلال الخبر اللي تكلمتوا عنه في طوكيو. أحيانا الواحد لازم يرتاح لما يبكي لكن أكثر من النساء يبكوا ولا الرجال بصراحة إذا تبي تبكي يعني ما مشكلة بنسمعك شيء كذا حزين بتبكي يا فاطمة مسائك سعيد. أيضا عندنا الغاوي من الإمارات يقول تحياتي لكم أحمد من الشارقة أحب أشارككم اليوم فقط بتغريدة لكن متابع البرنامج وتكفيني متابعتكم مريض سلامات وألف سلامة عليك وتحية أيضا لمريم العجيلية وأسعد الرئيسي وشكرا لبرنامجكم الجميل أخي عدنان. شكرا على تواصلك معنا عن تجربتي كنت أهتم بشخص ما كان يهتم فيني بس لما رحلت عنه رجع بقوة واهتم فيني. ليش لما نرحل عن الناس يحسوا باهتمام الشخص اللي نحن ننتظر دايما اهتمامهم؟ والله ما أدري عاد هذا السؤال وجهه للأشخاص اللي حواليك. أحمد الصوري شكرا على التواصل وفوتوشوب ها يعني شكلك شغال على برامج الفوتوشوب و يعني التقنية والحديث التقنية الحديثة أيضا عاملة شغل من خلال تواصلكم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. أبو أحمد الفزاري شكرا على التواصل. عادل المحرزي شكرا على الكلمات الرائعة ومساءك سعيد يا رب وشكرا لفريق شباب اللي متواصلين معانا وهذا تفضيل من عندنا وإن شاء الله رايحين نركز على الفعالية القادمة الخاصة فيكم. أيضا من تجربتي في الحياة تميت في من حبيته واللي هملني عطيته مدة إنه يراجع نفسه لكن إذا راجع نفسه راجع نفسه وإذا ما راجع نفسه أقول للدنيا بترجعك للناس اللي تهتم فيك. يمكن الأيام كفيلة بالرد خلي كذا قوي. أحيانا قد تفقد الأشياء والأشخاص ليس لأنك لم تحافظ عليها جيدا أو تهتم بل لأنك حافظت عليها أكثر مما تستحق. صنعاء البوسعيدية. والله أحيانا نعطي اهتمامات زايدة لبعض الأشخاص. صحيح يا صنعاء شكرا على تواصلك معنا. هناك أشياء كثيرة تمنيت لو أنني لم أراها لم أعرفها لم أجربها حتى ولو كان
بعض العلاقات مع الأشخاص، يا ريت لو ما جربتها. تحياتي لكم جميعا، شكرا على التواصل، وشكرا لسندس، وشكرا لكل المتابعين وكل من غرد معانا على آت شباب راديو أمان. في الختام تقبل تحيات سعد بن أحمد الرئيسي، بعث لكم السلام والتحية. إعدادا وتقديما عدنان بن عبد الله الميمني، في المتابعة والتنسيق كان معنا الزميل سيف بن سعيد الهلالي. مسيتكم بأحلى مساء، ودعكم بأحلى وداع، لاقيكم الأسبوع القادم في نفس الموعد يوم الأحد بإذن الله من الخامسة إلى السابعة عبر أثير إذاعة الشباب. إلى اللقاء. بعد ذاك الحب حبيبي والغرام، افترقنا ونلتقي غربة حرام. بعد ذاك الحب حبيبي والغرام.